السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكل الناس الحلوة اللي موجودة معانا النهاردة في لقاء من أمتع اللقاءات اللي أنا الحقيقة يعني والله العظيم يا جماعة إن أنا كنت مشغول انشغال غير طبيعي، ولكن لما يكون عندنا حد بهذه القيمة وحد بهذا الاسم وهذا المستوى وضيف لكل ده التواضع والأخلاق والاحترام، فالواحد لازم يفضي نفسه عشان يحضر ويجلس كمتعلم، يجلس كطفل صغير قدام قيمة علمية كبيرة، قدام خبير تربوي كبير. أنا بكلمكم طبعا من مصر بقى من جنب القطر بتاعنا، فهتلاقوا صوتي شوية في مشاكل، فأنا بتمنى الأول أن تقولوا لي صوتك تمام عشان نبدأ نقدم القيمة العلمية المحترمة الكبيرة اللي معانا النهاردة. صوتي كويس يا جماعة؟ تمام يا مستر محمد. طيب الحمد لله. اولا ناس كتيره تواصلوا معانا على الخاص وقالوا نستاذنكم بس خلوا الفيديو ده يعني ايه لايف على الفيسبوك وبعتوا لنا اللينك وهو عشان لو ما قدرناش نحضر لان موعدكم بدري شويه وكلنا منشغلين وكلام زي كده. الحقيقه لو احنا بنتكلم على محاضره بيقدمها خبير في المجال التكنولوجي في مجال الديجيتال ترانسفورميشن التحول الرقمي يبقى لازم نقول مستر محمد حامد، لو بنتكلم عن تعليم الكتروني يبقى لازم نقول مستر محمد حامد. انا اعتقد وبقول كلام وانا واثق منه ان مفيش حد فينا ولا في حد من الناس اللي بيتفرجوا النهارده على مؤسس قناه انفولوجي اللي هم اول مره يعرفوا ممكن الاسم وعارفين كلمه انفولوجي بس ممكن مش حافظين الاسم ايه بتاع مستر محمد، مفيش حد غير وتعلم حاجه منه. انا على مستواي الشخصي يا جماعة من أكتر من سنة تقريبا أخد انفولوجي، أخد لينك يعجبني قوي وروح بعته لمديرة الأكاديمية عندنا، وبعدين ألاقي مرة لينك تاني وروح بعته لرئيس شعبة الساينس، وبعدين يعجبني لينك تالت أبعته لرئيس شعبة الإنجليش. كل ده وأنا ما كنتش يعني عارف مستر محمد حامد إن هو نفسه صاحب انفولوجي. هو كان صديق عندي على الفيسبوك وإحنا أصدقاء، بس أنا في دماغي انفولوجي ده حد تاني وأنا ما أعرفش هو مين، لكن من كرم ربنا علينا ان مستر محمد حامد يختص اكاديميه ايفا، اكاديميه الحمد لله المحترمه العريقه ذات الاسم الكبير، يختصها باول لقاء يعتبر حصري. مستر محمد يوميا ولحظيا، انا مش ببالغ يا جماعه، يوميا ولحظيا بيطلب منه لقاءات في كل حته في العالم كله يا جماعه. بنتكلم مع مستر محمد عنده لقاءات في ماليزيا، عنده لقاءات في دبي، عنده لقاءات في ليبيا، عنده لقاءات في دول كتيره جدا جدا جدا، ورغم ذلك قال لا اكاديميه ايفا اهلا وسهلا بيهم، والمصريين حبايبي اللي انا واحد منهم اللي انا متربي في وسطهم لازم اختصهم بحاجه ان شاء الله في لقاء ماتع ولقاء. عاوز قبل ما اقدم اللقاء لازم اولا اقول من هو مستر محمد حامد. مستر محمد حامد يا جماعه مؤسس قناه انفولوجي، مستر محمد دبلوم عام في تكنولوجيا التعليم، مستر محمد تمهيدي ماجستير في توظيف التكنولوجيا في التعليم. كمان حاجة مهمة جدا لازم نعرفها ان قناة مستر محمد هي القناة الاكبر عربيا في الشرق الاوسط كله على مستوى العالم العربي كله للتعليم والتدريب، خاصة بين قوسين كده الالكتروني. تمام يا جماعة؟ مستر محمد بسم الله ما شاء الله حاصل على جائزة افضل صانع محتوى في دبي في الامارات 2023، يعني احنا مش بنتكلم عن واحد على مستوى مصر لا بنتكلم عن حد على مستوى الشرق الاوسط كله ومستوى العالم، حاجه نفخر بيها كلنا ونقول احتياجنا للتحول الرقمي صنع قيمه كبيره جدا لمستر محمد حامد، لان هو قيمه من غير حاجه، ولكن احتياجنا للتحول الرقمي والتعليم الاونلاين واعتماد الاونلاين بصفه عامه خلى مستر محمد حامد نجمه يبزغ كثيرا جدا واصبح النجم الاول في التعليم الالكتروني. الحاجه كمان الجميله عن مستر محمد يا جماعه يعني دايما الانسان لا يقدر بالارقام، ولكن برضه ساعات الرقم بيفرح. يعني ساعات كده انا اتذكر حديث احد الصحابه كان بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام لما النبي بيتكلم على الواحد يبقى متعجب بنفسه وفرحان بنفسه، فقال احد الصحابه يا رسول الله ان احدنا يعمل عمل فيمدحه الناس، يعني الواحد عمل حاجه حلوه وما كانش قاصد انه ينشكر،
فالناس شكروه ويعني قالوا له كلام حلو كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال ذلك عاجل بشرى المؤمن، ذلك عاجل بشرى المؤمن. يعني الإنسان كويس ممكن ربنا يعجل له بكلمة حلوة في حقه، بكلمة طيبة في حقه. أنا عاوز أقول لكم حاجة من الكواليس، من الكواليس، إن مستر محمد ده اتعاركت معاه عركة عشان أقول له المحاضرة بكام. عركة يقول أنا أقدم محاضرة للناس والأحبابي والزملائي والمدرسين. قلت والله ما يحصل. بص يا جماعة، عركة عركة. يقول ربنا كريم الحمد لله. ده يا جماعة يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الكلام ده كانش هو اللي اتقال، لكن كان لازم أقوله علشان أقول هذا الرجل يستحق. وعلى المستوى الشخصي لما اتكلمت مع مستر محمد، قبل العلم والله يا جماعة هناك الأخلاق، قبل العلم هناك الأخلاق. الحاجة الأخيرة اللي عايز أقولها عن مستر محمد، إن المتابعين بتوعه، متابعين بتوعه رقم واحد، عنده 1.25 مليون، قول اللهم بارك، قولوا اللهم بارك، 1.25 مليون على اليوتيوب. اللهم بارك، أحسنت يا مستر أحمد. عنده ربع مليون على الفيسبوك، عنده 110,000 على التليجرام متابع، عنده 60,000 على التيك توك، ده غير الانستجرام. مستر محمد في السوشيال ميديا يتابعه ما يربو عن 1,000,000 متابع في العالم كله. احنا النهاردة مع قيمة كبيرة، مع قيمة علمية متميزة. اقل ما يقال عنه انه هو رجل عالم بمجاله، عالم بمجاله كويس جدا ويعرف ماذا يقول. احنا بنشكره على قبول الدعوة، وبنشكره انه يختصنا بالدعوة دي. ويعني مستر احمد عفيفي كده شريكي وصديقي وشريك الكفاح من واحنا لسه عيال صغيرين، حابب يقول لك كلمه برضه. شكرا ليك، وبعدين نبدا لقائنا ان شاء الله. والله يا استاذ محمد، الله يعزكم يا رب ويبارك لك. استاذ محمد حامد، انا مش عارف اقول ايه، يعني الله يبارك له. استاذ محمد جمعه كفى ووفى، ومهما قلنا بصراحه يعني لن يعني نقدرك قدرك، يعني ما شاء الله تبارك الله، ربنا يزيدك ويزيدك من علمه ويزيدك من فضله يا رب، وإن شاء الله مش هتبقى أول تعاون بيننا وبين حضرتك إن شاء الله. وإن شاء الله نحضر المحاضرة كلها، وأنا متأكد إن إحنا هنستفاد كلنا من الصغير للكبير زي ما بيقولوا يعني. وجزاك الله كل خير. وبرضه حابب أشكر الأستاذة مروة، الله يبارك لها، اللي ظبطت الدنيا وقدرت يعني تخليك معانا في الوقت ده، فجزاكم الله خير. وإحنا مع حضرتك، وإن شاء الله نتعلم من حضرتك كتير وكتير إن شاء الله. تفضل حضرتك يا فندم. اشكر حضرتك يا مستر احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا الشكر الكامل للدكتور محمد جمعه والدكتور احمد عفيفي والاستاذه مروه. فبدايه يا جماعه خليني احييكم بتحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم بخير جميعا يا رب. بمناسبه عيد الاضحى المبارك، اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات ان شاء الله. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم لي ولكم ولأهل عرفة هذا العام حجا مبرورا وذنبا مغفورا ودعاء متقبلا يا رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بداية وكما جرت العادة طبعا، دعوني أرحب بكل الحضور، من يتابعني الآن من داخل غرفة الزوم أو من يتابعني من خلال البث المباشر على صفحة أكاديمية إيفا الرائعة، اللي أنا بجد أعتبرها واحدة من أفضل الأكاديميات المتوفرة أو المتاحة أو الموجودة في الوقت الحالي على الساحة العربية إن شاء الله. خلينا أيضا يعني أرحب بشكل خاص وبكل حفاوة وبكل تقدير بالأخ الغالي والصديق الغالي الدكتور محمد جمعة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم له كل التوفيق يا رب. وأنا على المستوى الشخصي كمحمد حامد يعني اتعلمت منه الكثير والكثير، خاصة في مجال الإدارة المدرسية، فهو بحق يعني رائد هذا المجال على الساحة العربية إن شاء الله. وأيضا أرحب بالدكتور أحمد عفيفي، ربنا يبارك فيكم يا رب جميعا، وشكرا جدا جدا على الدعوة الطيبة. وطبعا لا يفوتني إن أنا أشكر الأستاذة الفاضلة مروة حسن على يعني التواصل معايا ودعوتي لحضور هذا اللقاء المتميز. وهنا يا جماعة يعني يحضرني يعني بعض الكلمات، إن أنا يوميا، مش يوميا، ممكن أقول كل ساعة أتلقى العديد من الدعوات لحضور ندوات ولقاءات تدريب مختلفة يعني في كل العالم تقريبا.
ولكن سبحان الله يعني وفقني الله فقط مع الأستاذة مروة. وهنا لازم ان انا اشير الى نقطة مهمة جدا، وهي مهارة حسن التفاوض، فأنا أشكرها أمام الحضور وأمام كل المتابعين الآن على هذه المهارة الطيبة اللي المفروض تكون يعني متوفرة عند أي حد بيشتغل في مجال الإدارة أو في مجال التعليم والتدريب أو التواصل وهكذا. يعني إن شاء الله محاضرتنا اليوم بإذن الرحمن هتكون عن يعني الذكاء الاصطناعي في التعليم وكيفية تطبيق التكنولوجيا في قطاع التعليم إن شاء الله. وأنا بإذن الرحمن هتكلم اليوم من خلال 3 محاور رئيسية. المحور الأول هيكون خاص بالاختبارات الإلكترونية بواسطة الذكاء الاصطناعي إن شاء الله. كيف إن أنا كمعلم، أو خلينا نحط التايتل الرئيسي النهاردة إن شاء الله، إن إحنا كيف إن إحنا يعني ننتقل من كوننا معلمين تقليديين إلى إن إحنا نكون يعني معلمين إلكترونيين محترفين. إحنا حابين يا جماعة إن إحنا نتحول رقميا، خلاص عصر إن أنا أكون معلم فقط مقتصر على المادة العلمية فقط ده عصر انتهى. دلوقتي لازم بجانب المادة العلمية لازم يكون في المهارة التكنولوجية والمهارة التقنية إن شاء الله. فده إن شاء الله يكون المحور الأول، هو كيفية صناعة الاختبارات الإلكترونية بواسطة الذكاء الاصطناعي. وطبعا أنا يعني خليني اقول ان انا مش هقدر يعني ان انا اغطي كل ما يخص التعليم في محاضره واحده طبعا. فانا ان شاء الله يتبع هذا اللقاء لقاءات اخرى مفصله واكثر تفصيلا عن يعني مواضيع بقى متفرقه، ونبدا ان احنا نعمل سكشنز كده لكل جزء ونبدا نعطي محاضرات ان شاء الله لاحقه ان شاء الله. لكن في محاضره اليوم ان شاء الله هتكلم عن الاختبارات الالكترونيه في بواسطه الذكاء الاصطناعي، و أهم الأدوات التي تستخدم في التقويم الصفي للطلاب من خلال أيضا الذكاء الاصطناعي. ودلوقتي يلا نبدأ على بركة الله بإذن الرحمن. مبدئيا كده يا جماعة خليني أبدأ بالقسم الخاص بالاختبارات الإلكترونية. المنصة مجانية تماما، يعني فيها خطة مجانية وخطة مدفوعة، وأعتقد المنصة دي هتكون مفاجأة لكل الحضور، لأن طبعا أنا يعني بمناسبة إن ده أول لقاء لي على الساحة يعني العربية والسوشيال ميديا، فحابب إن أنا يعني أخص أكاديمية إيفا بشيء جديد. فدي والله أول مرة أشرح المنصة ديت، حتى عندي على قناتي على اليوتيوب ما شرحتهاش قبل كده. فلازم لأكاديمية إيفا شيء خاص، لأنها واحدة من أفضل الأكاديميات المتوفرة والموجودة حاليا في العالم العربي. وأنصح كل من يتابعني سواء على اليوتيوب، فيسبوك، انستجرام، تيك توك، إن هو ينضم سواء معلما أو متعلما لأكاديمية إيفا. معلما ممكن يشتغل مع هذه الأكاديمية رائعة، معلم أونلاين من بيته، أو ممكن يلحق أبنائه بهذه القلعة التعليمية اللي أنا أعرف طبعا القائمين عليها عن قرب. وطبعا أنا بالذات في الشغل الخاص وفي مستقبل الأولاد يعني ما بقدرش إن أنا يعني أشكر في مكان معين إلا إذا إن أنا كنت أعرف صاحب المكان جيدا وأعرف نيته في العمل وأعرف طريقة شغله في العمل، عشان أنا هو يعني سوف أحاسب على كلامي ده. فإذا إن أنا ما كنتش متأكد تماما من الأكاديمية والقائمين عليها، فصدقوني مش هنصح حد بيها، ولكن أكاديمية إيفا واحدة من أنجح الأكاديميات المتوفرة في العالم العربي إن شاء الله. طيب نبدأ دلوقتي على بركة الله. عايزه بس قبل ما واستأذنك نبدا، انا مش عايزه اعطل الحصه، انا بس عايزه اشكر تفضل. حضرتك جدا جدا. انا يعني انا مبسوطه، انا قاعده بقالي شهر مستنيه اخيرا اللقاء ده، فانا بجد عايزه اشكر حضرتك جدا انك يعني قبلت الدعوه واستحملتني في الدربكه والتفاصيل الكتير، وبجد شرفتنا جدا جدا يا مستر محمد، وانا فخوره جدا ان حضرتك قبلت الدعوه بتاعتنا، وان شاء الله كلنا نستفيد. وطبعا يعني احنا اتفقنا ان شاء الله ان باذن الله دايما يبقى في ما بيننا وما بين بعض تواصل، يا رب بجد الاستفاده تبقى حلوه عن طريق ايفا والناس كلها اللي جوه الاكاديميه واللي بره الاكاديميه. طبعا انا كنت عامله الايفنت ده للناس اللي جوه الاكاديميه بس، ولكن استجابه طبعا لمستر محمد حامد انه قال لي يا ريت ان الاستفاده تبقى لكل الناس اللي بره، ففتحناها لايف وفتحنا الميتنج كمان للضيوف اللي شرفونا، فان شاء الله باذن الله الفايده تعم عن طريق ايفا. وحضرتك بقى توعدني ان شاء الله ان على طول تبقى معانا وتفيدنا بخبرات حضرتك. شكرا إن شاء جدا، الله وانا مش هعطلك خالص. شكرا يا مستر محمد. الله يحفظك يا أستاذة مروة، شكرا جدا. ويعني أكررها مرة ثانية، شكرا على مهارة حسن التواصل مع الضيوف، ربنا يبارك فيك. وبجد بجد دي مهارة يعني غير متوفرة في كل الناس، ولكن أشكرك عليها أمام الجميع ربنا إن يبارك شاء لك الله. يا رب. ان شاء طيب الله. نبدأ دلوقتي على بركة الله في يعني المحتوى.
التقني الخاص بالمحاضرة، وطبعا استأذنكم بقفل الكاميرا الخاصة بيها بحيث ان هي ما تاخدش بس مكان من الشاشة عندي، بحيث تكون الشاشة كلها ظاهرة قدامي ان شاء الله. مبدئيا كده يا جماعة خليني ابدأ اعمل شير سكرين زي ما حضراتكم شايفين كده. وطبعا لما بنبدأ نعمل شير سكرين هنبدأ بقى ندخل للمنصة اللي معانا اليوم ان شاء الله. والمنصة اللي معانا اليوم هبدأ بالقسم الخاص بالاختبارات الإلكترونية بواسطة الذكاء الاصطناعي. أول سؤال يعني هيخطر ببال يعني كل المعلمين اللي بيتابعوني الآن، هل المنصة تدعم اللغة العربية؟ نعم تدعم اللغة العربية، وده أهم شيء، وده السؤال اللي يعني بيدور في أذهان كل المعلمين، لأن طبعا معظم هو العلم كله يا جماعة من يعني الجهات الأجنبية، فإضافة اللغة العربية من عدم، وده بيعتمد على مصدر العلم ومصدر المؤسسة. فالمنصة اللي معانا اليوم أنا اخترتها بعناية صراحة حتى تكون يعني تكون المنصة الأولى إن شاء الله في شرح مع أكاديمية إيفا إن شاء الله. طبعا حتى نصل للمنصة اللي معانا اليوم هنبدأ نفتح البراوزر اللي عندنا على جهاز الكمبيوتر، ونيجي هنا نكتب كلمة كويز جاكو كما ترون الآن، وبعدين أضغط على مفتاح طبعا انتر من الكيبورد. طبعا يا جماعة the session is being recorded right now، يعني إن أنت ممكن تسمع السيشن بعد كده على صفحة أكاديمية إيفا على الفيسبوك بكل سهولة إن شاء الله. طبعا لما بنكتب هنا التايتل اللي أنا كتبته في التكست بوكس ده، هنيجي على الفيرست هايبر لينك ده أضغط عليه. لما بضغط عليه بتبدأ تفتح معايا يا جماعة واحدة من أفضل المنصات صراحة اللي أنا شايفها متوفرة في الوقت الحالي وتدعم اللغة العربية في إنشاء وإعداد الاختبارات الإلكترونية بكل احترافية إن شاء الله. أول خطوة احنا بنبدا نعملها على اي منصه ان احنا لازم نسجل دخول، فهنيجي نضغط على كلمه ساين اب من هنا كده عشان نبدا نسجل دخول. فطبعا الموقع بيطلب مني طريقه تسجيل الدخول، انا بفضل التسجيل باستعمال حسابات جوجل كروم لانها طبعا الطريقه الاسهل والاسرع في التسجيل زي ما حضراتكم شايفين كده. ابدا اختار الايميل المراد التسجيل به، والموقع بيعيد تحميل نفسه مره تانية يا جماعه، وبتبدا بقى تفتح معانا المنصه الجميله جدا ديت اللي انا فضلت ان هي تكون المنصه الاولى معانا اليوم ان شاء الله. طبعا بعض الكويستشنز اللي بتجي لي مع اي منصه، انا بقول هنا هاو ار يو يوزنج كويز جاكو ديت، انت هتستعملها كايه؟ انت بقى تبدا يعني تخصص دورك في المنصه دي، انت حابب المنصه تستخدمها كتيتشر ولا كستودنت ولا ايه؟ خلينا نقول ان احنا نستعملها كمدرس يعني، ونبدا بقى نحط هنا السكول نيم، انا طبعا في مدارس سيدر العالميه في جده. بعد كده هنبدا نحط وات تايب اوف كونتنت يو وانت تو كريت، انت حابب اي محتوى حابب تنشئه من خلال المنصه ديت. طبعا احنا هنبدا نعمل الستودنت اسسمنتس، تمام، اللي هي ديت كده اللي هي الاختبارات او الانشطه التفاعليه الخاصه بالطلاب، وبعدين اضغط على كلمه نكست كده، تمام. طيب ممتاز جدا. بعد ما بضغط على كلمه نكست يا جماعه بتبدأ تفتح معايا المنصة كما ترون الآن. والمنصة يعني أهم ميزة في المنصة دي يا جماعة إن هي بتدعم اللغة العربية، وده شيء مهم جدا جدا، وبتوفر لي مجموعة من الأوبشنز إن أنا أقدر أنشئ الاختبار بأكثر من طريقة. يعني تتخيلوا يا جماعة إن أنا لو عندي بس نص، يعني الفيرست اوبشن هير از تكست، تمام، لو انا عندي هنا التكست وجبت هنا اي تكست هنا وبعدين بدات احط الكرايتيريا ديت واضغط على كلمه جنريت، هيبدا يعمل لي اختبار الكتروني ممتاز جدا وكامل جدا فور فري تماما. طيب خلينا نبدا نفتح وورد فايل كده عندنا ونعمل له مينيمايز في التاسك بار عشان هنبدا نستعمله دلوقتي ان شاء الله. وخلينا من هنا كده ابدا يعني افتح اي ويب سايت وليكن مثلا فضل الصلاه، تمام. ليه انا بكتب؟ عشان ابدا اخد نص ونبدا نشوف كيف ان احنا نعمل جنريت من النص ده ونحول النص ده الى اختبار الكتروني ان شاء الله. خلينا نضغط على الهايبر عشان يبدا يفتح معايا اللينك الاول اللي من خلاله هنبدا بقى ناخد الموقع ده كلينك، وناخد الموقع ده كنص، وناخد الموقع ده ك امباد فايلز، حاجات كتيره كده. طيب خلينا اقول ان انا هبدا بالاوبشن الاول اللي هو التكست ده، تمام يا جماعه، تكست، تمام، نص. معنى ايه؟ بمعنى ان انا ممكن يعني اعمل عمليه ادخال صينه، اختار مجموعه من الاوبشنز ونشوف كيف الموقع هيبدا يعمل لي جنريشن للتكست ان شاء الله. خلينا نبدا ناخد كده اي نص كده،
رايت كليك وكوبي، بعد كده ارجع للمنصه بتاعتي وابدا احط اعمل بيست للنص بتاعي. لما بنعمل النص هنا طبعا، هنا بقى نوع السؤال. شوفوا بقى يا جماعه جمال المنصه دي، المنصه دي هتوفر على حضراتكم وقت كتير جدا. خلي بالكم المنصه مش مجانيه، ولكن هي بتعطيك عدد من المرات المجاني، وبعد كده لو حابب تعمل ابجريد اعمل ابجريد بكل بساطه. طيب هنا بقى بيقول لي هنا الكويستشن تايب، اختيار السؤال، نوع السؤال، انت حابب سؤال المالتيبل تشويس اللي هو الاختيار من المتعدد، ولا ترو فولس، ولا الشورت انسر، ولا الفيل ان ذا بلانكس. ابدا بقى اختار السؤال. تتخيلوا يا جماعه انا عندي 4 انواع من الاسئله اللي هم العصب الرئيسي لاي اختبار، يعني تقدر تنوع ما بين الاسئله من هنا بكل بساطه. خليني اقول ان انا حابب اعمل اول اختبار اللي هو عباره عن اختيار من متعدد اللي هو المالتيبل تشويس على التكست اللي انا حطيته فيه. نعمل الميوت يا جماعه تمام. بعد كده بنبدا نختار هنا نوع السؤال واللانجوج من هنا، تمام. دي مهمه جدا طبعا. هو المنصه ديت الجمال فنيه بتشتغل باكتر من لغه، يعني تقريبا يعني كل لغات العالم موجوده. فانت حطيت هنا نص باللغه العربيه، لازم تختار اللغه العربيه من هنا اللي هي الأربك من هنا كده، تمام. طيب نبدأ نبحث عن اللغة العربية. لم طبعا ده بيعتمد على على نوع التكست اللي حضرتك حطيته في المربع اللي فوق، تمام. طيب نبدأ بقى نبحث على اللغة العربية كده من هنا، تمام. ديت اللغة العربية، اضغط عليها. بعد كده ده مستوى الصعوبة الخاصة بالأسئلة، الديفيكولتي. انت حابب السؤال بتاعك يكون ايزي ولا ميديوم ولا هارد، ابدا بقى اختار مستوى درجه الصعوبه على حسب انت بقى بتدرس ليه، اللور جريدز، جريد 4، جريد 3، جريد 5. ابدا اختار ايزي اللي هم الصفوف المتوسطه 7 8 9 وهكذا. انما لو بتدرس بقى 10 11 12 ابدا اختار الهارد من هنا. خلينا ناخد ايزي على سبيل ان احنا بندرس جريد 4 على سبيل المثال. ومن هنا شوفوا بقى، هنا نقطة مهمة جدا في الماكسيمم نمبرز اوف كويستشنز اللي انت تقدر تعملهم جنريشن بالسايت ده، تمام. الاوتو لو اخترت الاوتو على حسب بقى يعطيك كام سؤال، وهنشوفه مع بعض دلوقتي. لو حابب اونلي 3 كويستشنز، 3 اسئلة بتبقى فور فري، اكتر من 3 اسئلة بتبقى بيد نوت فري، يعني مدفوعة زي ما حضراتكم شايفين كده. خلينا نخليها اوتو ونضغط على كلمة جنريت من هنا ونشوف كم سؤال هيطلع لنا المنصه دي. شايفين يا جماعه هو دلوقتي بيعمل انالايزنج يور تاكس، يعني بيحلل النص ده، وبعد ما يحلل النص يبدا بقى يطلع لنا مجموعه من الاسئله. طب انا ليه فتحت هنا وورد دوكيمنت كده؟ عشان لو انا بقى بعمل اختبار، بدل ما احير نفسي وابدا اكتب وانسق واتاكد من الاجابه الصحيحه ويمين وشمال، لا، انا بكل بساطه بالمنصه المجانيه الرائعه جدا دي ان انا قدرت ان انا احط تكست واعمل جنريت لي سم كويستشنز. طب احنا هنا خدنا في النمبرز اوف كويستشنز، احنا خدناها اوتو. تعال نشوف مع بعض الاوتو ادانا كم كويستشنز فور فري. ادانا 4 اسئله، تمام. يبقى الاوتو ممكن يديك مره 4، ممكن يديك مره 5 وهكذا. طيب شوفوا بقى معايا يا جماعه كده، انا عندي هنا طبعا الاسئله دي مستر محمد، الصوت راح ولا انا تياري يا شباب؟ الصوت راح. طيب مستر محمد لو تشوف كده شويه كده، لو حصل مثلا ديسكونكشن ولا حاجه عند مستر محمد ان شاء الله باذن الله تظبط المسائل دلوقتي. لكن بصوا كده لحد مستر محمد ما يرجع. شوفوا يا جماعه الاي اي ساعدكم ازاي. انت كمدرس كده تخيل ان انت مدرس تربيه اسلاميه وبتعمل كويز للاولاد، وعندك نص الاولاد اخدوه، انت جبته من الكتاب كده، كوبي كده من PDF بتاع الكتاب وحطيته بيست على الايه، على الويب سايت دوت. مجرد ما تحطه على الويب سايت يطلع مباشره بالاسئله، وانت بقى تعمل كاستمايزيشن بقى للاسئله، تعمل اديت للسؤال، تغير في شكل السؤال. سبحان الله، يعني وفوق كل ذي علم عليم. الدنيا بتتطور والدنيا بتتقدم والدنيا بتتحسن وشكل التعليم بيختلف، واحنا لازم نتطور مع الشكل ده بقى، لازم نتحسن مع الشكل ده، لازم زي ما قلنا زمان وكنا نقول الكلام ده للناس وبنعيده، من لم يتقدم ايه يتقادم، ومن لم يتجدد يتبدد، صح كده؟ فاحنا ودايما دايما
كل ما اتعلم كل يوم كلمه، كل ما اتعلم معلومه، كل ما اتعلم حاجه جديده، هتلاقي ان شاء الله الامور بتظبط تماما. مروه لو سمحت ممكن تشوفي مستر محمد على الخاص ولا تكلميه على الخاص؟ حاضر يا مستر محمد. اي تمام. طبعا ده اول، ده اول لينك وده اول ويب سايت اسمه كويز جيكو، الاكزام جيكو. حد يفكرني باسمه؟ مستر محمد كويس، رجع. موجود مع حضرتك يا دكتور، طيب سامعني الحمد لله، الحمد لله. طب مع تمام يا حضرتك. جماعه، مستر محمد رجع لنا واتفضل يا مستر محمد. مستمتعين كويز جيكو رايت؟ الله يحفظك، الله يحفظك. معلش اعتذر عن مستمتعين. الخلل في الانترنت، لان طبعا ولا انا في اجازه حاليا في مصر والنت ضعيف بعض الشغل. معلش، احنا كلنا معاك في مصر ساعات كده ابسط. اتفضل يا حبيبي، ربنا الله يكرمك. يحفظك، يلا الله بينا. يحفظك. طيب نبدا بقى نعمل، نكمل مع بعض. طبعا ده التكست يا جماعه، احنا دلوقتي عملنا جنريت للتكست. بالمناسبه يا جماعه، انت لو حطيت هنا تكست بقى اسبانيش، انجلش، فرنش، اي لغه، اي لغه تحطها هنا يبقى صح. طيب هل الاختبار ده ليه سيتنجز؟ اقدر ان انا اتحكم في السيتنجز، احط مثلا وقت، اعمل كل شيء، هوضح كل شيء بالتفصيل ان شاء الله. وطبعا انا لسه في الاوبشن الاول، لسه ممكن ان انا اختار التوبيك، يعني ممكن اكتب له الانيمال سيل، البلان سيل، هيومن بودي، ذا سولار سيستم، اي توبيك من هنا، واحط بس التوبيك وهو يبدا يعمل بقى من تلقاء نفسه بناء على التوبيك اللي احنا حاطينه من هنا. ممكن اعمل يو ار ال وهكذا. خلينا نبدا بالتكست. اول حاجه، لو انت بقى ما انتش حابب ان انت تكمل في السايت ده وتعمل له بريزنت لايف مع طلابك وكده زي منصات كويزز، كاهوت، الاشياء دي، تقدر بكل بساطه انا بحدد السؤال، تمام، كنترول سي كوبي، وتروح على ملف الوورد بتاعك وتعمل كنترول في، وتبدا بقى تعمل التنسيقات المطلوبه، من مثلا البدايه من اليمين للشمال، الاشياء دي كلها احنا عارفينها. وطبعا انا بس بشرح على سبيل الايه، على سبيل المثال ده، في حاله ان انت لو مش حابب تكتب وحابب تاخد مثلا نص بسرعه كده وتنسق بقى في ملف وورد تحوله بي دي اف، بتجهز اختبار كده يعني. تمام. بعد كده يا جماعه، ده اول سؤال، ده اول شيء. طيب واحد يسالني دلوقتي يقول لي فين الاجابه؟ هي فين الاجابه؟ ما هو فضل الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. خليني اضغط على كلمه شو انسرز من هنا. لما بضغط عليها بيبدا يجيب لي الاجابه اللي هي تبقى انسر دي طبقا للتكست اللي انت حطيته في التكست بوكس ده. تمام. السؤال الثاني ايضا حطيت برضو الانسر وهكذا. طب ديت بتفرق معايا في ايه؟ بتفرق معايا انا كمعلم، انا ممكن ان انا اكون يعني شاكك في اجابه معينه، ما هو برضو في الاول في الاخر الذكاء الاصطناعي هو اللي عمل لي الاختبار، مش انا كانسان بشري اللي عملت الاختبار. فهمتم؟ فممكن يختار اجابه مثلا مختلفة عن وجهة نظرك، مش عايز أقول غلط، ولكن ممكن تكون مختلفة بعض الشيء عن وجهة نظرك، فتقدر إن أنت يعني تشوف الإجابة وتتأكد مرة واثنين وثلاثة من هنا كده. تمام كده يا جماعة؟ طيب ممتاز جدا. ده بالنسبة للأوبشن الأول. وطبعا في الكرايتيريز من هنا تقدر بقى تختار وتعدل وتعمل كل اللي أنت عايزه في الحاجات دي. طيب لو أنا بقى دلوقتي حابب إن أنا أحذف سؤال، مثلا سؤال معين زي ده، ممكن أضغط عليه من هنا كده وديليت. طب السؤال مش عاجبني، في جزء خطأ حابب أعدل عليه، هناك كلمة مكتوبة بالخطأ أو، فممكن من علامة الـ Editable Pen دي أو Pencil أضغط عليها، وبعدين بقى أبدأ أعدل الـ Main Title والـ Answers 1 و 2 و 3 إلى نهاية الـ Answers، وحتى الإجابة الصحيحة ممكن إن أنا أعدل عليها كمان اللي هي الـ Correct Answers والـ Answer Information. طبعًا ممكن أعمل هنت كده للإجابة كتوضيح كده. شفت أنت الهنت اللي انت بتعمله للباسورد الخاص باللابتوب في حال ان انت نسيت الباسورد، فبتحط هنت كده لنفسك وهكذا. طيب ده اول شيء. طب بنفس الطريقه برضو حضراتكم اكيد كده فهمتم بنسبه 100% المنصه دي. من هنا ايضا ممكن بقى ان انا اخد ترو فولس، صح وخطا، شورت انسر، فيل ان ذا بلانكس وهكذا. ولكن الموقع يعني مش مجاني بنسبه 100%، فانا خليني اشرح بقيه الاوبشنز اللي فوق، ولو تبقى لنا محاولات مجانيه هبدا ان شاء الله هبدا نعرض مع بعض الترو فولس والشورت انسر والاشياء دي. طيب ممتاز جدا. خليني اضغط على كلمه كرييت كويز من هنا عشان ان انا انشئ كويز من تاني من هنا كده، عشان ياخدني لي الهوم بيج مره تانية او الصفحه الرئيسيه مره تانية ان شاء الله. نبدا بقى نروح للاوبشن التاني اللي هو التوبيك ده، ونشوف مع بعض كيف اننا هنحاول ان احنا نعمل جنريشن لاختبار من خلال التوبيك ان شاء الله. كده رحنا للهوم بيج، اضغط على كلمه
create a quiz, it's okay. اضغط على كلمة topic من هنا، تعال هنا حتى هنا جيب لي هنا for example biology. انت يعني هو بيقول لك انت ممكن تحط اي مادة، اي مادة. خلينا نكتب مثلا السولار سيستم، المجموعة الشمسية او النظام الشمسي، تمام، بالانجلش كده، ونشوف. احنا طبعا عملنا جنريشن باللغة العربية من شوية، خلينا نجرب بالانجلش السولار سيستم كده، وبعدين اضغط على في الكويستشن تايب، اختار بقى نوع السؤال، خلينا ناخد ترو اور فولس، وطبعا بقيه الاوبشنز حضراتكم عارفين. اضغط على كلمه جنريت من هنا ونشوف الاسئله اللي هتجي لي صح وخطا على الاوبشن اللي احنا عملناه، اللي هو التايتل اللي حطيناه سولار سيستم. شوفوا يا جماعه الجمال، شوفوا الجمال معايا، ذا سولار سيستم از كذا كذا كذا، السؤال موجود ترو فولس، فين الاجابه؟ ممكن اروح على الشورت انسر من هنا، وطبعا الاجابه. تتخيلوا بقى يعني السهوله والوقت اللي حضراتكم هتوفروه من خلال المنصه دي. واحد عنده اختبار وناس هيعمل الاختبار بسرعه، ممكن يعمل جنريشن لفايف كويستشنز، ويعمل كمان جنريشن لفايف كويستشنز تانيين، يبقى كده عمل الاختبار، او بيعمل كويز اللي هي الكويزات الشهريه اللي بنعملها في المدارس، خاصه المدارس الدوليه. من هنا تقدر يعني تاخد كوبي وبيست بكل بساطه، يعني بسرعه كده، تمام، عملت الاختبار بمنتهى البساطه. طبعا الشو انسر، وممكن اعمل شو انسر وهيت انسر زي ما اتفقنا. ده يا جماعه شكل الاسئله الخاصه بالترو فولس ان شاء الله. طيب ايضا ان انا ممكن اقدر ان انا اعمل اكسبورت للاختبار ده، ممكن اطلع الاختبار اكسبورت از تكست، بس اعتقد الاوبشن ده في البيد فيرجن، لان احنا دلوقتي في الفري بلان. طبعا انا قلت لكم ان المنصه يعني الحاجه الكويسه فانها بتديني عدد محاولات مجاني، بعد كده لازم انتقل للخطه المدفوعه، ولكن انا كمحمد حامد بتخطى او بعمل سكيب للستاب دي، ان انا خلاص الايميل اللي انا سجلت بيه دخول ده اداني عدد محاولات وخلص، بدخل بايميل جديد. انا واحد من الناس عندي 10 ايميلات جوجل، فخلي مثلا منصه زي ده تديني 5 محاولات، ف10 دي 50 محاوله، وهكذا. ده في حاله ان احنا حابين، مش حابين ان احنا نعمل ابجريد. والله شغلك بقى كتير ومتخصص في حاجه معينه، وحابب انك يعني شغلك هيكون رئيسي على المنصه دي، لان هنا لسه في سيتنجز. يعني بصوا في الديسبلاي من هنا ممكن ان انا اتحكم في البيهيفير بتاع التست، كمان الشفل كويستشنز اللي هو الترتيب العشوائي للاسئله والاجابات، اللي ممكن احط درجه مرور للطالب، حتى ممكن اعمل الكوست تايم ليميت، يعني ممكن ادي وقت للاختبار. فهمت؟ يعني منصه ممتازه جدا، يعني جدا صراحه. هي طبعا واحد يقول لي طب هي تختلف عن ايه، عن جوجل فورم او مايكروسوفت فورم؟ الاختلاف طبعا ان انت هنا ما كتبتش الاسئله، انما في المايكروسوفت فورم ان انت لازم بقى تكتب الاسئله وتحط ترو انسر وتحط الماركس وي وي وي، هنا انت بتحط بس التايتل وتشتغل. حابب بقى تكمل على نفس البلاتفورم ماشي، مش حابب خد كوبي وبيست للكويستشنز وابدا نصك، وانت اطبع اختبارك، وزع اختبارك على الطلاب بكل بساطه، تمام. طبعا الاكسبورت سكشن من هنا اعتقد كله not in the free plan، هيكون في البيد بلان ان شاء الله. طيب ممتاز جدا. نبدا ايضا ان احنا نروح على اليو ار ال. طب يا مستر محمد احنا كده خلصنا السولار سيستم في التاكس، طب روح على اليو ار ال من هنا. معنى كده ان احنا لو عندنا لينك، هل اللينك ده يا مستر محمد اقدر اخد اللينك كله تمام واعمل منه اختبار؟ نقدر ان شاء الله. حط هنا رايت كليك كوبي اند بيست، نسخ ولصق كده، انا جبت هنا في المصري اليوم دوت كوم، وتبدا بقى تحط. خلينا بس نغير نوع السؤال وناخد خلينا نجرب الفيل ان ذا بلانكس دي، انا صراحه ما جربتهاش قبل كده خالص، لان خلي بالكو انا كتيتشر كمبيوتر مش بتعرض للاشياء دي كتير في مادتي انا العلميه، انما تخيل بقى حضرتك انجلش تيتشر، ساينس تيتشر، بيولوجي، كيمستري، 100% هتحتاج، تمام. نضغط على كلمه جنريت من هنا ونشوف احنا كده خدنا اليو ار ال. هل هنشوف بقى احنا حطينا له اللينك فقط بتاع السايت ده اللي هو بتاع المصري اليوم، وقلنا له اعمل لنا يلا جنريت، هو دلوقتي بيعمل جنريشن لسه بيشتغل. يبدا يا جماعه يجيب لي الاختبار بتاعنا بكل بساطه. اعتقد كده احنا يو هاف جنريتد 10 كويستشنز فور يو بلو ابجريد كذا كذا. طيب كده اعتقد ان احنا تخطينا لا ممكن تكون ده تحت صح. هو ده طبعا الجزء اللي احنا عملناه فوق اللي هو ترو فولس، تمام، صح وخطا. وانا لما انا عملت جنريت مره تانية جالي تحت،
فهمتم تحت، كان المفروض ان انا اروح اعمل نيو كويز مره تانية عشان يجي لي بالترتيب. مش مشكله، ده السؤال يا جماعه، تمام. The largest of such objects are كذا كذا، تبدا. طب هل هنا اجابه صحيحه ولا لا؟ اضغط على كلمه ريفيل انسر من هنا، يبدا يجيب لك كلمه 8، تمام، دي الاجابه، وهكذا. شوف يا جماعه، يعني انا اعتقد دي واحده من افخم المنصات اللي قابلتني صراحه بصفتي متخصص في مجال تكنولوجيا التعليم في قسم الاختبارات الالكترونيه. طبعا عندنا محاضرات قادمه كتيره جدا في بقى الدورات التدريبيه والذكاء الاصطناعي، مسوده يعني الكورسات التعليميه، عندنا الخطط الدراسيه، عندنا الكوريكولم مابس، عندنا اليونت بلانز، عندنا اللسن بلانز، حاجات كتيره جدا بنعملها بالذكاء الاصطناعي، ولكن ديت افضل منصه صراحه قابلتنا في الاختبارات الالكترونيه. تقدر ايضا ان انت تشتغل بكل بساطه بقى على المنصه ديت، كوبي وبيست من هنا بكل ايه، بكل بساطه. طبعا ايضا من الحاجات الجميله في المنصه ديت ان انت لو عندك فايل، الفايل ده ولكن الاوبشن ده في البريميوم فيتشر مش في الفري، يعني مش مجاني، ولكن انت لو عندك PDF، يعني لو احد الزملاء مثلا عنده ملف PDF وليكن الملف ده مثلا على سبيل المثال، طبعا ده مش PDF، ده فوتو، ده صوره، ولكن لو انت عندك ملف PDF تقدر ترفع ملف PDF ده. دي بتنفع في ايه بقى؟ انا بفضل دي صراحه جدا للمعلمين، لان احيانا بيوزعوا ورك شيتس على الطلاب في المدرسه قبل الاختبارات، فهو ممكن الورك شيتس اوريدي سيفد اون هيز كمبيوتر از PDF فايلز وكده، صح؟ فممكن ياخد PDF ده يحطه هنا، ويحط طبعا الكرايتيريز اللي هو عايزها، ويضغط على كلمه جنريت، فيطلع له اختبار جاهز من ملف PDF اللي هو اوريدي اسمه الورك شيت اللي موزعه على طلاب، ويبدا بقى ياخد كوبي وبيست ويعدل في 5 دقائق يكون خلص الاختبار بكل بساطه، تمام. ولكن ديت في النسخه ايه، النسخه المدفوعه مش المجانيه. ممكن ان انا بقى اكتب الاختبار بايدي، ولكن طبعا ملوش لازمه. ليه؟ هو انا ليه اصلا بستعمل المنصه؟ عشان الذكاء الاصطناعي. انما لو بكتبه بقى مانيولي كده، طب ما انا ممكن اروح استعمل المايكروسوفت فورم او الجوجل فورم وهكذا، تمام. يبقى من هنا كده الكويستشن تايب، اختار نوع السؤال وابدا بقى، لو خدت الشورت انسر احط هنا الكويستشن بتاعي واحط هنا الانسر، وهكذا. لو حابب اضيف اكتر من سؤال وهكذا نفس القصه، ابدا لازم احط السؤال واحط الاجابه وهكذا. ولكن طبعا انا لا افضل الاوبشن ده هنا في المنصه دي، لان المنصه دي انا اصلا بستعملها عشان هي تعمل بالذكاء الاصطناعي، تمام. طيب تعالى بقى دلوقتي، ايا كان الاوبشن اللي انت هتستعمله، سواء عملت جنريت لاختبار بالتكست، بالتوبيك، باليو ار ال، بالابلودز، باي شيء، هل هنا اقدر بقى ان انا يعني لو انا هستعمل المنصه دي واشغلها مع طلابي اونلاين يعني عن بعد، هل ازاي هقدر اشغلها، وهي ايه هي السيتنجز اللي انا هحطها للاختبار بتاعي؟ طيب تعالى بقى دلوقتي نبدا نروح على كلمه بريفيو من هنا. لما بضغط على كلمه بريفيو من هنا، شوفوا معايا يا جماعه اللي هيحصل معايا لما ضغطت على كلمه بريفيو، ان انا بعمل استعراض للاختبار. اول حاجه عندي حاجه بنسموها الفلاش كاردز، دي مهمه جدا، وهنا الكويز، ايه الفرق بين ده وبين ده؟ وطبعا بيديك التايتل اللي انت حطيته بتاع السولار سيستم كويز، تمام. يعني التايتل ده طبقا للتوبيك اللي انت كتبته في الاختبار، وهنا الاسئله بتاعتك وهكذا، طبعا الاسئله، تمام، والفيل ان ذا بلانكس اللي احنا عملناها كلها. طيب ايه الفرق بين الفلاش كاردز والكويز؟ لما بضغط على الفلاش كاردز من هنا يا جماعه، بتبدا تجيب لي الاسئله مع الاجوبه، ولكن اللي هي الشافل انسرز اند كويستشنز، يعني ترتيب عشوائي، مش بتعرض الاجوبه مع الاسئله كده بالترتيب، كده الطلاب هيغشوا. شايفين يعني ده سؤال فيل ان ذا بلانك، صح؟ لما بضغط عليه يبدا يجيب لي اجابه، هل الاجابه دي بتاعت السؤال ده؟ لا مش دي، تمام. ليه؟ وبس كده بيخليني ان انا اعرض للطلاب الاسئله اللي هتيجي في الاختبار، تمام. يعني مثلا ده سؤال اهو، هل ده اجابته؟ لا مش دي، مش اجابته، تمام. ده بنسميها الفلاش كاردز كده، يبدا ان انا اقلب للاولاد الاسئله قبل ما اخدهم بقى على مرحله الكويز اللي هنحل فيها الكويز مع بعض مع طلاب. شايفين ترو فولس وهكذا، ده سؤال وهكذا. طيب ممتاز، خليني يلا ارجع باك من هنا، تمام. ولما ارجع باك نبدا بقى نشوف الكويز. يبقى احنا كده شفنا الفلاش كاردز، عرضت بس الايه الاسئله مع الاجوبه بترتيب عشوائي، ممكن تصادف اجابه صح ورا نفس السؤال، ولكن مش بتصادف يعني في كل الحالات، انا جربتها كتير يعني ممكن صادفت مره واحده معايا تقريبا. اضغط على كلمه كويز من هنا، شوفوا بقى معايا يا جماعه الكويز، لما بضغط عليه
ان انا اقدر احل بقى الكويز مع طلابي اونلاين. شايفين؟ اضغط على كلمه بيجن، تمام؟ وطبعا هنا بيجيب لك النمبر اوف كويستشنز، يعني عندنا هنا 10 كويستشنز موجودين. اضغط على كلمه بيجن، طبعا السؤال جالي هنا ترو اند فولس. طبعا بيقول لك ذا سولار سيستم، خلينا بقى نجاوب كده باي ديفولت، خلينا نقول ترو. لما يقول لي ترو طبعا الشكل او الباك جراوند بتتغير، بيقول لي هنا يو جات ات، تمام. واضغط على النكست كويستشن، اضغط منه. طبعا انا هحل بقى عشوائي كده عشان نشوف في الاخر اللي هيحصل معانا، تمام. نبدا نحل هنا، طبعا جالي الاجابه اللي هي fill in the blanks. انا هبدا اكتب اي شيء كده عشان نروح للاسئله اللي بعدها ونبدا نشوف مع بعض. طبعا انتوا عارفين بقى الاجوبه طبقا، انت هتبقى بقى متخصص في مادتك، تمام. فالاجوبه ده انا بكتبها اي شيء بس على سبيل الايه، سبيل الشرح كده، تمام. اكتب اي شيء كده عشان نشوف ايه اللي هيظهر معانا في الاخر ونشوف. طيب بعد انت ما حليت الاختبار بيجيب لك بقى حاجه يعني زي الريبورت كده، وهنا ايضا تقدر تروح للريبورت من هنا وهشرحها كمان شويه. ده الريبورت المصغر، هنا بقى بيجيب لك السؤال والاجابه، السؤال ده صح، انت جاوبته صح ولا غلط، صح ولا غلط، الغلط غلط والصح صح وهكذا. طيب لو انا بقى حابب ان انا لقيت نسبه الاجوبه في الاسئله دي مع طلابي، طب واحد يقول لي طب الطلاب هيكونوا معايا، ما انت تبقى معاهم في اونلاين، تبقى معاهم في حصه اونلاين وبتحل معاهم، تسال طالب ويحل وتضغط، وانت تضغط كمعلم على الاجابه اللي هو يقولها، تمام، وتمشي معاه. بعد ما بتخلص تعرض بقى عليهم مين كان السؤال الاول، يا اولاد حلوا صح، حلوا صح، طب السؤال الثاني كام، طب صاحب الثالث ايه، طب الرابع كان ايه، وهكذا. طيب لو انت بقى حابب ان انت لقيت نسبه الاجوبه الخطا كتيره زي ما انا عملت كده دلوقتي، ممكن تروح مره تانية للفلاش كاردز وتبدا بقى تعرض الاسئله مع الاجوبه. ما الاولاد هتشوف الاجوبه، فحتى لما تيجي الاجابه دي في ضمن الاجوبه اللي هتجي لهم اثناء عرض الاسئله هيفتكروا ان هم شافوا الاجابه ديت في الفلاش كاردز، فيبداوا يختاروا الاجابه. يعني انت بتسهل عليهم عمليه الاجابه شويه. انا بفضل استعمل الاونلاين فيرجن في الكويز جاكو ديت، في حاله ان انا بعمل ريفريشمنت لطلابي، بعمل معاهم ريفيو بسيط كده، مراجعه بسيطه وهكذا. طيب لو انت بقى حابب تاخد تشوف الملاحظات على الاسئله والريفيو والكويستشنز وتاخد مراجعه كده بسيطه على الاسئله، خلينا اضغط كده بالزر الاي اللي هو في الوسط ده الفار عشان يفتح معايا صفحه جديده، ما ياخد ما يطلعش من نفس الصفحه. نفس القصه يا جماعه، بيجيب لي هنا طبعا ريفيو على الاسئله وبيجيب لي الديسكريبشن بتاعت الاختبار وكل شيء، تمام. من هنا ايضا ممكن اشغل فلاش كاردز مره تانية او الكوز مره تانية. خلينا نقفل دي وابدا ارجع مره تانية من هنا ونبدا نشوف مع بعض على الريستارت كويز. لو انا بقى لقيت ان انا حابب اشغل الاختبار بتاعي كمان مره لطلابي، اضغط على كلمه ريستارت كويز من هنا، او خلينا ايضا نفتحها في صفحه منفصله كده، يبدا يفتح معايا الاختبار واضغط على كلمه بيجن وابدا احل الاختبار مع طلابي بكل بساطه. او زي ما قلت لك كده، كان ممكن تاخد كوبي بيست وتجهز في الوورد وتظبط شغلك من الالف يعني. معلش انا عارف يا جماعه في الشرح، انا كمحمد حامد ان انا بحب اعيد المعلومه اكتر من مره، انا عارف هو ده عيب فيها صراحه من زمان من ساعه ما عملت القناه، ولكن انا بكون حريص جدا ان اللي يسمعني يكون فاهم بنسبه 100%. لا ممكن بالعكس يا مستر محمد، احنا مستمتعين جدا انه يعني اتفضل. الاعاده والطريقه حضرتك بتتكلم بريتم، لا احنا يعني واحده واحده كده، فحلو جدا. لا ربنا يبارك في حضرتك. الله يحفظك يا مس مروه، الله كان يحفظك. في حد في الاسئله بس يا مستر محمد بيسال، هو ازاي انا اوصل للجزء المدفوع؟ الجزء المدفوع حاضر اشرحها، حاضر. معلش سامحوني يا جماعه ان انا ما بصيتش على الشات، تمام، انا لان هساعد حضرتك، هساعد حضرتك. طيب تمام، الله يحفظك يا رب. طيب كده يا جماعه، طيب احنا كده فهمنا الجزء ده، نبدا بقى نرجع مره تانية من هنا، نعمل ليف بيج من هنا ونبدا بقى نشوف. تعالى بقى للجزء المهم الخاص بالسيتنجز، تمام، من هنا كده، او خلينا نروح على البيج الاولى دي ونبدا بقى نروح على السيتنجز الخاصه بالاختبار، او خليني اشرح السؤال بتاع الاستاذه مروه ان انا ازاي اعمل ابجريد. اروح اضغط على كلمه ابجريد من هنا اللي هو الاوبشن الاصفر ده. عندنا هنا البيزنس بلان، تمام، والاديوكيشن بلان، وانا افضل الاديوكيشن بلان بتاعت التيتشر بلانز ديت، لان حضرتك كمعلم ف اعتقد بتعطيك تخفيض اكتر يعني من النسخه الثانيه. طبعا ديت النسخه اللي احنا كلنا بنشتغل عليها، السوري مش ديت النسخه المجانيه بتاعتنا، مجموعه من المحاولات. ولكن انت بقى لو حابب تاخد البريميوم فيتشر اللي هي بقى بتدفع سنويا ب $180 في السنه كلها،
وابدا اضغط على كلمه باي بلان من هنا، وبعدين بحط الكريدت كارد وكل الديتيلز الخاصه بالبيمنت ديت، وتبدا بقى تشتغل. طبعا قبل ما تدفع انت عندك المميزات بتاعت الخطه اللي انت تاخدها، يعني جنريت ستادي ماتيريالز، حتى الماتيريالز بتاعت الدرس تطلعها لك، فلترز موجوده 25,000 حرف، يعني انت تقدر تدخل 25 حرف لو انت بتكتب السؤال يدوي، تقدر تحط سؤال من 25 حرف، متخيلين؟ واللي تشات سبورت على مدار الاسبوع، والفايل ابلودد، خلي بالكم شايفين، يعني تقدر ترفع السؤال اللي كنت بقول لكم عليه، ان انا اقدر ان انا اعمل اختبار من خلال رفع ملف بي دي اف، تقدر ترفع 20 ملف بير مونث. والفول ريبورتس بقى، وهشرح، انا لسه ما شرحتش الريبورتس، بس هنا في النسخه المجانيه بتعطينا الريبورت دي بطريقه مبسطه شويه، انما عند بقى الفول ريبورت كل شيء من الالف للياء عن الطالب، اختباراته كل شيء موجود، وفي 150 طالب يقدروا يدخلوا معاك في المنصه، لان انت كده هتاخد المنصه الخاصه بالتعليم، ويقدروا يدخلوا معاك لايف ان شاء الله. طبعا هيدخلوا معاك لايف، زين انت بقى لما تشتري بيبدا يوضح لك الطريقه، وتبدا اضافه، يبقى حسابك بقى بريميوم، يبقى يقول لك مثلا اد ستودنتس، وتبدا بقى تحط خطط والاشياء كلها بسيطه يعني ان شاء الله. طيب نبدأ، يلا نرجع مع بعض كده من هنا. طيب لما رجعنا كده يا جماعة، نبدأ بقى نروح على السيتنجز من هنا. طبعا نبدأ بقى بسم الله كده مع الديسبلاي من هنا. لما نضغط على الديسبلاي، نبدأ بقى نشوف البريفرنسز الخاصة بالاختبار ده. أول حاجة اد كفر ايمج، هل إن أنا أقدر أحط صورة زي بتاعت مايكروسوفت فورم بالظبط؟ أه أقدر أحط صورة، يعني لو عند أي صورة من هنا كده، خلي بالك والصور هنا جنريتد وذ اي اي، يعني ديت انت بتعمل لها توليد بالذكاء الاصطناعي، ممكن تاخد الصوره دي او ترفع صوره من على جهاز الكمبيوتر الخاص بك من هنا. دي بفضلها امتى بقى؟ لو انا برايفت تيتشر وبدي دروس اونلاين عن بعد، ومعايا مثلا، او مدرس هوم روم تيتشر، تمام، وممكن اصور طلابي وهم قاعدين كلهم في الفصل، واخد الصوره دي واحطها في الخلفيه بتاعت الاختبار. ودي الفكره دي انا دايما بعملها معايا في مدرستي، في الاختبارات اللي انا بعملها السنويه والنصف السنويه والربع سنويه، كل صف بصور لاولادهم قاعدين واحط صورتهم في الخلفيه. صدقوني بتعطي انطباع على هذا الطالب حضراتكم لا تتخيلوا. انا دايما يا جماعه كمحمد بحب جدا اشتغل على الحته النفسيه ما بيني وما بين الطالب، بحب جدا اشتغل على النقعد. فتتخيلوا الصوره البسيطه دي تفرق جدا جدا في نفسيه الطالب، تحببه في الماده، تحببه في الاختبار، تحببه في المعلم، تحببه في الكمبيوتر لاب بصفتي كمبيوتر تيتشر وهكذا. طيب خلينا ناخد الصوره دي، تمام، اضغط على الصوره واضغط على كلمه جنريت، يبدا يعمل لي جنريت لي، احنا خدنا طبعا الصوره الرئيسيه، فهنشوف هيبدا يعمل لنا جنريت لسب فوتوز على الصوره الرئيسيه اللي احنا خدناها ولا لا. تمام، ننتظر قليلا ونشوف مع بعض. هو دلوقتي لسه بيعمل جنريتنج، طبعا جاب لي هنا صوره اهو، اضغط على كلمه سيف. طبعا احنا خدنا السولار سيستم، شايفين هو جاب لي اصلا يعني صوره في الكفر هتكون عن السولار سيستم من نفسه، فهمتوا يا جماعه؟ يعني انا اخترت صوره وقلت له جنريت، هو اعمل لي جنريت للسولار سيستم لوحده، لا رحت على جوجل ولا حفظت ولا ضيعت وقت ولا الاشياء دي. طيب واحد يقول لي ان انا مش بحب الفلاش كارد، لو في يا جماعه اي اوبشن من الاوبشنز اللي موجوده هنا، لو انت جيت على الكويستشن مارك الصغيره دي وضغطت عليها، لو انت حتى مش فاهم الاوبشن ده او بتستعمل البلاتفورم دي لاول مره، ممكن تيجي على الكويستشن مارك دي اضغط بس عليها، فبيشرح لك الفانكشن بتاعت الاوبشن ده من الالف للياء زي ما حضراتكم شايفين كده، في حاله ان انت مش فاهم. ونفس الفكره دي بقى في كل المواقع على شبكه الانترنت، الكويستشن مارك اضغط عليها يجيب لك تفاصيل اكتر عن الاوبشن. هنا بيقول لي هايد فلاش كاردز، لو انتوا فاكرين ان انا لو جيت عملت ستادي فلاش كاردز من هنا وعملت له ليف ذا بيج، كان بيجيب لي هنا الفلاش كاردز والكويز. طب انا مش عايز يظهر عندي الفلاش كاردز، عايز بس يدخل معايا على الكويز، يعني الفلاش كارد اللي انا مش عايز تظهر معايا، فاقدر اتحكم في ظهورها او اخفائها من هنا، هايد فلاش كاردز. واحد يقول لي طب وريني، حاضر. طب هي لسه ظاهره، خلينا نعمل ريفرش كده ونشوف اختفت ولا لا. اختفت يا جماعه، وبدا معايا الكويز مباشره، يدخل معايا الكويز على طول، تمام. طب دي بتنفع في، بتنفع ان انا مش حابب ان انا اعمل ريفرشمنت لطلابي قبل الاختبار، فادخل معاهم على الاختبار على طول، يلا يا اولاد ادخلوا معايا زوم. طبعا المنصه ديت لان في سؤال يقول لك طب الطلاب هيدخلوا معايا ازاي، السؤال ده طبعا مع احترامي الكامل لكل المعلمين الافاضل، لازم يا جماعه عشان الطلاب يدخلوا معاك يدخلوا من خلال وسيط، الوسيط ده ممكن يكون الزوم، جوجل ميت،
المايكروسوفت تيمز وهكذا، السيسكو ابيكس، في حاجات الكل، في برنامج جديد ممتاز جدا ناسي اسمه صراحه، لسه هعمل عنه فيديو ان شاء الله. فلازم يدخلوا معاك عن وسيط، هم دلوقتي معاك زي ما انتم معايا دلوقتي كده، وتبقى بقى تشرح معاهم يلا يا اولاد نبدا الكويز وهكذا. طيب ممتاز جدا، نبدا نروح على الهايد ديسكريبشن. الديسكريبشن دي لو انتوا كنتوا يعني، فخلينا بقى اللي نشرحه نشيل الاوبشن منه. الديسكريبشن اللي هو الوصف، لما انت بتيجي هنا بتلاقي هنا حاجه اسمها ديسكريبشن صح، اللي هو بيكون تحت الايه، تحت الاسئله. انت حابب تخفي الوصف ده لربما ولد مثلا، او انت بتشرح كده يشوف الديسكريبشن فيشوف المعلومات عامه بسرعه عن الدرس وشيء، حابب تلغي الديسكريبشن حط علامه الصح واعمل كلمه ريفرشمنت من هنا، او اعمل ريلود فور ذا بيج اجان، وتبدا بقى تشوف الديسكريبشن اختفى ولا لا، اختفى مع الديسكريبشن وهكذا. طيب الهايد كوركت انسرز، انت بقى حابب تخفي الاجوبه الصحيحه، خلينا نعمل شو انسرز من هنا، وابدا اعمل ان انا اعمل هايد للانسرز من هنا. بس ديت بتيجي امتى بقى؟ بتيجي ساعه الاختبار، انت هنا في وضع التعديل، يعني ما حدش يقول لي الاسئله الاجوبه الصحيحه ما اختفتش ليه، لسه موجوده اهي. ماشي، ما انت كده في الايديتابل فيو، لازم انت لما تروح تشغل، مش انا لما كنت بشغل الكويز زي ما بشغله قدام حضراتكم دلوقتي، واجي اضغط على بيجن وابدا اختار السؤال، في الاول كان بيقول لي هنا ترو اور فولس، صح؟ صح ولا غلط؟ لما اضغط على كلمه ترو من هنا كده تمام، وهو خدني تلقائي للسؤال اللي بعد، لا قال لي صح ولا غلط، شايفين؟ لا صح ولا غلط، حتى لما اضغط في الفيلم ده بلانكس واضغط على انسر بياخدنا على اللي بعد على طول، لا بيقول لي لا صح ولا غلط، تمام؟ طيب دي بقى في سيتنجز، دي ترجع انت بقى ليك، البريفرنسز دي ترجع ليك انت كمعلم، تمام؟ طيب الهايد ذا فاينل ريبورت، لما بخلص الاختبار خلينا بقى نبدا نحل اي حاجه تمام كده، ونبدا نشوف الريبورت النهائي بيكون كيف الريبورت ده، تمام؟ ادي الكويز يا جماعه مع بعضنا كده، في الريبورت النهائي اللي هو ده، شايفين ده الريبورت من هنا كده، لما اضغط عليه خليني افتحه في صفحه منفصله كده عشان ما يقفلش الصفحه دي، تمام؟ فتح معايا، في هنا بقى بيجيب لي الريبورت، لما انا كنت بشرح لكم من شويه على النسخه المدفوعه، في النسخه المدفوعه انا كنت بقول لكم بيدي لكم حاجه اسمها الفول ريبورت، صح؟ هنا بقى مدينا الريبورت بس حاجات بسيطه، الفيوز، السيشنز، مش عارف ايه، اليونيك سيشنز، الافريج، حل كام في الميه، مش عارف ايه. وعشان بقى تشوف كل الريبورت بتاعك لازم تعمل ايه؟ تعمل ابجريد. ولكن انا بالنسبه ليا كمدرس استعمال بسيط كده، وكل حصص على الزوم او التيمز او الميت او باخد بس بستعمل الموقع ده، اعمل سؤال كوبي بيست، اجهز في الوورد، انسق، اطبع، خلاص ريح لنفسي بدل ما اقعد ايه اعمل اختبار بالايام وبالليل. طيب الفاينل ريبورت فهمناها، لو عايز بقى اخفيها من هنا، طبعا لو حطيت علامه صح في الاوبشن ده من هنا كده يختفي الريبورت. السمري نوتس ممكن برضو، في النوتس اللي بتجي لي بعد الاختبار اللي هنا ممكن اخفيها او ما اخفيهاش عادي خالص بكل بساطه. الهايد كويستشن بريفيو من هنا ايضا ممكن ان انا اخفي عرض السؤال، بمعنى ايه؟ بمعنى لو رحت على ريستارت ذا كويز قلت له ليف ذا بيج من هنا، نبدا نشوف مع بعض ونبدا نعيد الاختبار بتاعنا مره ثانيه ان شاء الله، تمام؟ نبدا بقى ان ايه نشوف، شايفين انا كنت بقى قبل ما ابدا الاختبار كان بيجي لي هنا الاسئله مش محلوله، اختفت الاسئله، البريفيو بتاع الكويستشنز اختفى، كانت تحت يعني، اضغط على كلمه بيجن وابدا بقى ايه احل وهكذا. طبعا بياخدني بقى للسؤال اللي بعده، والسؤال اللي بعده هنا بيقول لي صح ولا غلط، ليه؟ لان احنا شلنا علامه الصح اللي كانت فوق. طيب ممتاز جدا، دي بالنسبه للديسبلاي. لو رحنا على البيهيفير من هنا يا جماعه، ريدايركت ستريت تو ذا كويز، دي مهمه جدا. طبعا الاوبشنز ديت انا بشرحها ليه؟ بشرحها في حال ان انت هتستعمل المنصه دي اونلاين فيس تو فيس زي ما حضراتكم معايا كده، تحط السيتنجز بتاعت الاختبار قبل ما تبدا الاختبار مع طلابك وتبدا تشتغل مباشره. طيب نبدا نشوف مع بعضنا كده، وخليني اروح اقفل دي وابدا احل، خليني بس اشيل الهايد كوركت انسرز دي عشان ما تعطلناش، عشان يمشي معانا على طول كده. مستر محمد، في حد كان بيقول لو انا عندي بنك اسئله يدوي لازم اكتبه علشان يدخل على الخطوات دي، ولا في طريقه ارفع بيها الاسئله من غير ما اكتبها كلها؟ لا ما فهمتش يا مس مروه السؤال. يعني هي عندها بنك اسئله، هي كاتبه بنك اسئله، فلازم تكتبها يدوي ولا ممكن تاخدها كوبي وبيست؟ بنك اسئله؟ هي عندها لا بنك اسئله وعايزه تدخلها، هي بترجع الخطوه اللي فاتت،
واحنا بنحضر الامتحان اصلا من الاول. ايوه فهي عندها بقى بنك اسئله. استاذه شيماء استاذنك عنتر، استاذنك ممكن استاذه مروه استاذنك هو مستر محمد شرح النقطه دي، ومستر محمد طيب قال ان احنا نقدر ناخد اسئله كوبي وبيست على طول والبتاع يشتغل مباشره، مش كده يا استاذ تمام محمد؟ صح تمام فالموضوع سهل يعني، ترفع على طول تحط كوبي وبيست يشتغل معاه على طول. ايوه ده في حاله، بس هي ما دكتور محمد اعتقد سؤالها مختلف بعض الشيء، مع احترامي الكامل لوجهه نظر حضرتك. هي اوريدي عندها الانسرز جنريتد فروم بيفور، يعني هي عندها السؤال اوريدي مع هي مجهزاه قبل كده، فهل انت ينفع تحط السؤال هنا؟ اعتقد ايوه لا. ليه؟ لان صح كده يا مس مروه؟ ايوه بالظبط كده. لا، هنا يبقى هنحط هنا السؤال، لا هو السؤال اصلا جاهز، فيمكن بقى انك تروح تستعمل الطريقه اليدويه، ايوه هتروح على من هنا وتختار نوع السؤال اللي عندك، سؤال ترو فولس ولا شورت انسر ولا فيل ان ذا بلانكس ولا ايه، تبدا عشان بقى احط تختار. الاجابه. تحط السؤال والاجابه، وطبعا طيب الاجابات تمام بقى لو انت واضح طبقا للنوع اللي نوع السؤال ترو فولس وهكذا، ولما تخلص تضيف كمان كويسشن وهكذا. تمام تمام واضح طيب نبدا، يلا نكمل مع بعضنا ونكمل مع بعضنا من هنا. طبعا ده بيدخلني الاختبار مره واحده مباشره كده، خلينا نروح على النكست كويستشن من هنا. طبعا المفروض كنا نعمل ريفريش، بس يلا مش مشكله، نحل اي حاجه كده. طبعا يا جماعه المنصه ديت من يعني من ضمن منصات كتيره جدا، ده في لا في حاجه اسمها ثوره في الذكاء الاصطناعي، وخاصه في قطاع التعليم، وده اللي انا مركز عليه، وفي كل حاجه بقى في الاختبارات الالكترونيه، في خط الدرس، فيه اشياء كتيره جدا جدا يعني. طيب هنا طبعا بيقول هنا ريدايركت تو ذا كويز، لما بضغط كلمه ريستارت ذا كويز من هنا وليف ذا بيج يبدا ياخدني على الاختبار مباشره. شايفين؟ ما بيقوليش بقى دلوقتي ايه، لا فلاش كارد مره تانيه ولا الكويز مره تانيه، لا بياخدنا على الكويز على طول. طيب من هنا بريفنت كويز ريستارت، من هنا بقى لو انا الاوبشن الخاص بتاع ريستارت لما بخلص الاختبار، مش من شويه كان في اوبشن اسمه ريستارت ذا كويز، عايز اشيله خالص، مش عايز الطالب او ان انا حتى يظهر معايا ان انا اعمل ريستارت للكويز مره تانية، فبيتشال. تمام، وهنبدا ناخد مع بعض من هنا ان شاء الله كيف ان احنا هنبدا بقى نشير الاختبار ده مع طلابنا. فانت بتعمل اختبارك وتحط السيتنجز كلها من هنا قبل ما تاخد الشير ان شاء الله، ولسه هاجي لك كمان شويه. انا بس بشرح لحضراتكم السيتنجز مع بعض كده بحيث تبقوا انتوا فاهمين، انت بتعمل اختبار، حط تاكد من اسئلتك، حط السيتنجز بتاعتك، روح على الشير من هنا، تبدا بقى تاخد اللينك اللي هو اللينك ده كوبي اللي هو ده كده كوبي لينك، وتبعته لطلابك، وطلابك بقى يحلوا الاختبار طبقا للسيتنجز اللي انت هتحطها هنا. انت مثلا عايز تشيل الكويز ريستارت ديت، حابب تخفي الاسئله، حابب تتحكم في البيفير، حابب تعمل ترتيب عشوائي للاسئله. بمعنى ايه؟ بمعنى الشافل كويستشنز ديت موجوده اعتقد في مايكروسوفت فورم، وموجوده ايضا في جوجل فورم، ان انت يعني خاصه في التعليم الاونلاين يا جماعه، لما يبقى عندك الاولاد لما يبقوا مع بعض في التعليم الاونلاين بيغشوا من على الواتساب. يعني انا كان عندي طلاب وفي الاختبارات النهائيه ايام الاونلاين هم فاتحين الكاميرا وقدامي، الاولاد قدامي فاتحين الكاميرا كده وشهم ظاهر قدامي وانا متابعهم من على شاشه عرض، في 30 طالب كل واحد كاميرته فاتحه كده، والولد فتح الواتساب ويب، ما هو بيبص للكاميرا اللابتوب والواتساب ويب شغال وقاعد يتناقلوا الاجابه مع بعض عبر الواتساب ويب. تمام، انما في الشافل كويستشنز ديت، هو انا طبعا مش هقول ان انا اقدر ان انا اتحكم في الموضوع بنسبه 100%، مستحيل في التعليم الاونلاين ما اقدرش بنسبه 100% ان انا اتحكم في منع درجه الغش يعني، ولكن ممكن اساعد لحد ما، خاصه لو كان وقت الاختبار قصير. تمام، وعدد الاسئله كبير، او عدد الاسئله يعني يناسب فقط الوقت بتاع الاختبار. في الشافل كويستشنز ديت بتعمل لي ترتيب عشوائي للاسئله، بمعنى ايه؟ بمعنى ان السؤال ده هيظهر لي انا كمحمد حامد رقم واحد، هيظهر للدكتور محمد رقم تسعه، هيظهر للدكتوره مروه رقم 13، هيظهر لاحمد رقم 20 وهكذا. فترتيب ظهور الاسئله عند الطلاب هيكون مختلف، مش هيكون زي بعض، فهمت قصدي؟ فالدنيا هتبقى اعتقد بقى لو الوقت قصير فكل طالب هيركز في اجابته عشان يلحق يخلص بسرعه، فما فيش وقت ان هو بقى يغش واحد. بالنسبه لي الدرجه بتاعت الاختبار من هنا، اضغط عليها من هنا كده، خلي بالكم الاوبشن ده يا جماعه هنا بيعلق كده، تضغط عليه، تضغط عليه كمان مره من هنا، تبدا بقى تحط درجه للاختبار. انا عايز مثلا درجه الاختبار الولد ده، سوري
سوري، انا عايز مثلا الولد ده ينجح او يحل 70% من الاختبار، تمام، يحل الاختبار بنسبه 70% عشان يجيب له كلمه مثلا انت تخطيت الاختبار. يبقى كده لما نشارك في الاختبار دلوقتي ان شاء الله الولد حل الاسئله، هو حل فوق نسبه 70% نجح كده تخطى الاختبار، تمام، ويقدر يعيد الاختبار لو انا فاتح الاوبشن ده. لو انا قافل الاوبشن ده مش هيعيد الاختبار، خلاص هو كده خلاص مش هيعيد الاختبار. طب الريبورتس بقى والدرجات والحاجات ديت فين عشان اعرف ده جاب كام وده ما جابش كام وده نجح ولا ما نجح؟ ده بقى في النسخه المدفوعه، قلت لكم الفور ريبورت بيجي في النسخه المدفوعه. طيب الكويز تايم ليميت، حابب ان انا اعمل اختبار لتايم للاختبار، وكل سؤال احط له وقت، يعني كل سؤال ممكن اقول للولد للمنصة ديت كل ولد يحل لي السؤال في مثلا 50 ثانية، تمام. وخلي بالكم يا جماعة هنا الوقت بالسكندز، تمام، invalid format. يبقى لازم احط هنا بالاورز والمينتس والسكندز، او ممكن هو كاتب لي هنا كلمة 2 minutes. طيب خلينا نعمل كده 2 minutes اهو، ونضغط في الخارج كده، تمام كده، او كده مظبوط. لازم نحطها بالفورمات ديت اللي هي الاورز والمينتس وبعدين الايه وبعدين السكندز. نفس القصه ايضا في الكوست تايم ليميت بقى اللي هو الوقت الكل بتاع الاختبار، وهنا الوقت الخاص بتاع كل سؤال في الاختبار. بالنسبه للديتا كولكشن من هنا اعتقد دي هتبقى في النسخه المدفوعه، والسمري ايضا حاجات بسيطه ان شاء الله. طيب تعالى بقى دلوقتي نروح على الجنريشن، او سوري على الشير، اضغط على كلمه شير من هنا. هنا يا جماعه عندي تو اوبشنز للشير، شير لينك والامبد. الامبد ديت الناس اللي عندها منصات تعليميه الكود ده بيبقوا حابين ان هم يعملوا، يعني يعملوا دمج للاختبار ده من ضمن المنصه بتاعتهم، يعني يبقى الاختبار جزء من المنصه، فلازم ياخدوا اللينك ده. اللينك ده بيسموه اللينك الكودي، تمام. انما الشيربل لينك اللي هو اللينك القابل للمشاركه منه، طبعا احنا 99.5% ما عندناش منصات تعليميه، ويعني مثلا ما بنرفعش اختباراتنا على منصاتنا وكده، تمام، يكون جزء من الـ من الـ من المنصه نفسها. انما احنا بناخد شيربل لينك ونبعته بقى على السوشيال ميديا زي الواتساب، التليجرام، مثلا موقع المدرسه وهكذا، تمام. تبدا بقى تاخد هنا بالنسبه للاختبار هيكون اون انفايت اونلي ولا بابليك. البابليك اي حد معاه اللينك هيدخل يحل، اي حد، حتى لو الولد ده خد اللينك بعته للولد تاني، الولد التاني يحل، ولد بره المدرسه هيدخل يحل. انما لو احنا حابين بقى نعمل كاستمايزيشن للطلاب اللي فقط هيحل، اخد انفايت اونلي وابدا احط هنا الايميلات بتاعه الاولاد، تمام، ابدا احط الايميل. يعني انا مثلا لو كتبت ايميلي انا الشخصي وهكذا، لما اكتب الايميل كده اي ايميل مثلا @gmail.com واضغط على كلمه انفايت، هيروح للايميل ده فقط اللينك ده اللي هو الخاص بالاختبار. الواحد يقول لي مستر محمد وانا بقى ابدا اكتب، هو هقعد اكتب الاسماء او الايميلات بتاعت الطلاب كلهم، افرض عندي 3 فصول الفصل في 25 طالب، اقعد بقى اكتب 25 25 25؟ لا، انا ما بعملش كده. انا كمحمد حامد بروح لقسم الاي تي عندنا في المدرسه، يقول له مثلا يا فلان الفلاني المسؤول عن قسم الاي تي، اعطيني او ابعت لي الايميلات بتاعت الطلاب في ملس سي اس في فايل على الـ على الـ على الايميل. ياخد لي على ايميل، اقوم محدد الايميلات كلها، رايت كليك كوبي وبيست، واقوم باعت لكلهم مره واحده مريح بقى. ده بالنسبه للشيربل لينك. ممكن ان انا رايت كليك وكوبي، او ممكن اضغط على كلمه كوبي لينك من هنا كده، ولو رحت فتحت متصفح جديد من هنا كده وعملت رايت كليك وبعدين بيست اند جو، من هنا نبدا بقى نشوف الاختبار. الاكسس دينايد ليه؟ لان احنا اعتقد ان احنا عملناها هنا برايفت، شايفين سوري البتاع ده مش public، تمام. فناخد كوبي مره ثانيه، او خلينا نقفل خالص من هنا واضغط على شير مره ثانيه وببليك، اتاكد ان هو public، واخده كوبي واروح على المتصفح بتاع من هنا وبيست اند جو، ونبدا نشوف مع بعض الاختبار بتاعنا ان شاء الله. نفس القصه اهو يا جماعه، شفت يا جماعه، يعني حاجه بسيطه تبوظ لك الدنيا كلها، تمام، زي ما انتم شايفين كده. طبعا الفلاش كاردز والكويز والريستارت ذا كويز والنوتس، تمام، والاسئله والديسكريبشن، الاشياء دي كلها فاكرين في السيتنجز كنت بقول لك عليها اهو يا جماعه للمصداقيه، شايفين ده البراوزر اللي هو الماك الفايرفوكس، انا اصغره كده من هنا اهو، ده اللي احنا عملنا عليه الاختبار، وده ثواني
تمام، ده اللي احنا عملنا عليه الاختبار، وده اللي هو البريفيو اللي ورا ده، تمام. شايفين طبعا من هنا بقى ان انا في السيتنجز دي، من هنا من السيتنجز، من هنا اللي احنا اشتغلنا عليها في الاختبار بتاعنا، ما نكبر من هنا كده، بتحكم بقى في اللي هيظهر عند الطالب في المتصفح الثاني، اللي هو ده الكويستشنز بريفيو تظهر ولا لا، الديسكريبشن تظهر ولا لا، تمام، الفلاش كارد تظهر ولا لا، الريستارت ذا كويز طبعا طبقا للسيتنجز اللي انت حطيتها ان شاء الله، تمام. طيب يبقى مستر انت محمد، بتتاكد، اتفضلي يا في دكتور. حد بيقول طب مش ممكن يكون البابليك ان هو يكون متاح لمعلمين اخرين للبحث عن الاختبار بالعنوان، او انا اقدر ادور على اختبار سابق لزميل بنفس العنوان؟ على المنصة هنا فاهم السؤال؟ اه يعني زي ما بندخل مثلا على الويرد وول ونعمل في السيرش، نكتب اسم الدرس وهو بيطلع لنا كويزات لناس تانيين، ايوه تمشي انا لكده؟ عارف. الورد وور والكويزز والمنصات التفاعليه ديت اللي هي الاصحاب الشير والانترفيس، دي متوفره في المنصات دي، انما هنا ما فيش اوبشن للسيرش. انا فعلا فطنت النقطه زي ديت قبل المحاضره ولكن ما لقيتهوش صراحه يعني، تمام. تمام. انما هو اعتقد يعني ان الشير واللينك ده ان يكون متاح لكل الطلاب، اي حد معاه اللينك، زي مثلا جوجل درايف، لما باخد شير واللينك من على فايل من على الجوجل درايف وابدا انشره لواحد، لو خدته مثلا بابليك ده يبعته لده، يبعته لده وهكذا، انما ما اعمل سبيسيفاي للايميلز، هو بس اللي بيروح له الايميل هو اللي بيفتحه، تمام يا مستر محمد، شكرا. تمام. يبقى احنا نيجي من هنا كده يا جماعه، زي ما حضراتكم شايفين هنا كرييت كويز، ما اعرفش بالنسبه لي السيتنجز، من هنا تبدا بقى تظهر السيتنجز مع اللينك اللي انت بعته للطلاب، تبدا بقى تفتح وهكذا. خلينا نرجع مره تانيه ونتأكد من الأشياء دي ونبدأ نروح نحل الاختبار مع بعض. أدي الكويز يا جماعة، تمام، وبعدين أضغط على كلمة ستارت ذا كويز أو بيجين من هنا، وبعدين أبدأ أحط أي سؤال كده أنسر. طبعا السيتنجز والأشياء دي كلها، تمام، هترجع بقى ليك للي إحنا قلناه قبل كده، سؤال صح غلط. واحد يقول لي مستر محمد أمال فين، مش أنت هنا في الاختبار أنت طفيت كل السيتنجز الخاصة بالديسبلاي ولكن سبت هنا الشافل كويستشنز والباس مارك والكويستشن تايم لاين، فين دي؟ انت خصصت وقت للسؤال. تعال نرجع كده نشوف، حط عينك هنا كده في التايم ريميننج، يعني السؤال اللي انت واقف عليه ده يا محمد يا حامد متبقي لك فيه دقيقة 32 ثانية، 30 ثانية وهكذا، ما خلصتش يقفل عليك السؤال. فهمتوا كده يا جماعة؟ ده في حالة ايه بقى؟ يعني نفس الفكرة بتاعت كويزز وكهوت وورد وول وكده يعني، ولكن الفرق ان هنا ذكاء اصطناعي، هناك ما فيش ذكاء اصطناعي، او مش عارف، انا صراحه شرحتهم من سنه وسنه ونص، المنصات دي كلها مش عارف هل تم اضافه الذكاء الاصطناعي عليهم ولا، تمام، وهكذا يا جماعه. طيب دلوقتي بقى ابدا، يعني اعتقد كده ان انا يعني غطيت كل حاجه عن المنصه دي، منصه جميله جدا جدا ورائعه، وابدا بقى اشوف الاسئله، لو حد عنده اي سؤال ابدا انا مع حضراتكم على أي سؤال حضراتكم محتاجينه إن شاء الله. لو حد عنده أي سؤال يا جماعة يتفضل، أو لو الدكتورة مروة حابة تفتح المايك ما فيش مشكلة، حابين تكتبوا على الشات ما فيش مشكلة. وطبعا اللقاء كامل مسجل فتحت على الاوبشن أكاديمي. لاي حد عايز يعمل انميوت يا مستر محمد. تمام، لو طبعا يا جماعة اللقاء مسجل بالكامل على أكاديمية إيفا الرائعة على الفيسبوك، تقدروا ترجعوا للقاء بالكامل على الأكاديمية إن شاء الله. لو في أي سؤال يا جماعة تحت أمركم، إما تكتبوا في الشات أو تفتحوا الميكروفون مباشرة، تواصلوا معي. الله ينور يا مستر محمد، خلي بالك عدم وجود اسئله دلاله أيوة فهم وادراك، لانك الله، بتتعامل مع الناس كمعلم، والتعامل كمعلم دايما المدرس ايه؟ يعيد وبعدين يزيد وبعدين يروح يعيد نفس الحاجه باسلوب تاني، وبعدين يعبر عن نفس الحاجه اللي عبر عنها باسلوب تاني باسلوب تالت. انا عندي اخويا الاكبر مني دكتور نفسي، فلما يجي يشرح لي حاجه يقول لي ايه؟ انت عشان شغال في التعليم وعشان كنت مدرس وعشان بتحب الشرح مره واثنين وثلاثه، انا هعيد لك الموضوع 5 مرات. هو فعلا زي ما حضرتك ذكرت يا دكتور محمد، انا فعلا هو ده عيب فيا، ان انا بقعد لا اعيد دي مره ميزه، دي ميزه في الايديكيتورز، المدرسين بصفه عامه بتبقى ميزه فيهم، ربنا يخليك. الناس كلها بتشكر، وانا واحد من الناس. يعني عايز اقول لك ان انا سمعت عن الويب سايت ده قبل كده وعمري ما عرفت انه بالجمال ده. الواحد يعرف الحاجه ان هي جميله من الشخص اللي بيأديها، شرحك وادائك واتقانك، والناس كلها في كل خطوة انت بتعمل ستاب وترجع فيها تاني وبعدين تعيدها للناس من تاني،
يعني ربنا يخليك يا رب، متشكرين جدا على المحاضرة القيمة دي على الإبداعات اللي احنا شفناها. ولو في أي حاجة حضرتك عايز تقولها قبل ما نختم ولا حاجة، اتفضل يا أستاذ محمد. الله يحفظك. هو بس الدكتورة نرمين رافعة يديها، اتفضلي يا دكتورة. السلام عليكم يا مستر، اتفضلي. أخيرا عليكم السلام. على المحاضرة القيمة دي. وأنا صوت واطي يا دكتور. بقول لحضرتك شكرا جزيلا على المحاضرة القيمة دي. كنت بسأل حضرتك لو أنا في نفس الوقت حابة إن أنا أشوف الطلبة كلهم بيحلوا في نفس الوقت، هل في إمكانية لده؟ يعني أنا بعت لهم اللينك مثلا وعايزة أشوفهم كلهم بقى بيحلوا في نفس الوقت كده، أو لو حضرتك حابه تشوفهم لايف، يعني تشوف الصوره ولا تشوفي يعني البروجرس بتاعهم شغال، ولا في السؤال الكام ولا كده؟ بالظبط، يعني مثلا احنا في الابلكيشنز التانية مثلا بنبعت اللينك ايوه بيبقى ظهر للمدرس ان ثلاثة أربعة مثلا حلوا، بيظهر مثلا ترتيب في اللي هو حل مثلا في 30 ثانية، ترتيب للي خلص الأول اللي خلص بعده اللي خلص بعده، فهل ده متاح في ال ايوه في الفول ريبورت يا دكتوره نرمين، ده في الفول ريبورت، في البيد فيرجن مش في الفري فيرجن. انما حضرتك ممكن تعملي كنترول على النقطه ديت، ان انت مثلا بمنصه زي الزوم كده، وكل ولد فاتح كاميرته، وطبعا الزوم بيشيل لحد تقريبا 45 فيديو ثامنيل، فتقدروا تشوفهم كلهم قدامك وهم بيحلوا قاعدين قدام الكمبيوتر. انما البروجرس بتاعهم بقى في الكويستشن نمبر وات، الحل كام في الميه كده، ده هيكون في الفول ريبورت اللي انا شرحته في البيد بلان مش في الفري بلان. تمام، جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا. الله يحفظك. الدكتور الاستاذ محمود صلاح، اتفضل يا استاذ محمود. السلام عليكم يا استاذ محمد، شكرا طبعا لحضرتك على الشرح الوافي، ما شاء الله ربنا يبارك في حضرتك وفي علمك وينفع بك يعني الجميع. هو بعد اذن حضرتك سؤالين، السؤال الاول بالنسبه للموقع هنا، هل في امكانيه ان انا اغير لغه الموقع للغه العربيه؟ يعني هو متيح ان انت تعمل اختبارات لغة عربية زي ما حضرتك قلت يعني دلوقتي باللغة العربية، لكن هل الموقع نفسه، هل في إمكان أغير لغة الموقع نفسه للغة العربية ولا لا؟ هو في يا دكتور محمود الاوبشن الخاص بالترانزليشن بتاعت جوجل، انما هنا الموقع ده بيزود ان انا اغير لاي لغه، لا مش موجود، يعني اعتقد مش موجود هنا، لا مش موجود. ولكن في جوجل انا هنا بستعمل فايرفوكس، رايت كليك وترانزليت انتو عربي، وتبدا بقى تختار اللغه اللي انت حابب اللغة تترجمها، المفضلة. ولكن انا لا افضل الترجمه دي طيب لانها سؤال بتكون أخير يا أستاذ ترجمه. محمد بعد إذن حضرتك، هل في مواقع ذكاء اصطناعي يعني في تكنولوجيا التعليم باللغة العربية؟ في كتير جدا ان شاء الله. يعني تكون اللغة الأصلية لغة عربية أقصد. في منصه اسمها عربي، ولكن صدقني يا مستر محمود بتكون محدوده جدا، يعني منصه عربي دي عربي دوت اي اي، كل اللي بتعمله بتقدم تكتب لك ايميل تلقائي، بتكتب مقاله، بتكتب، لانها هي اصلا منصه مملوكه لشخص عربي وهي عربيه اصلا. وانا شرحتها عندي على قناه انفولوجي التعليميه، وان شاء الله حتى لحضرتك باذن الرحمن بعد المحاضره. يتواصل معي بس شكرا عبر جزيلا، صفحه شكرا الفيس. الله لحضرتك. يكرمك. استاذه فاطمه، استاذه فاطمه السلام عليكم مستر محمد، ازي حضرتك؟ بشكر حضرتك جدا، وحضرتك يعني اللي ما يتعرفش حاجه في التكنولوجيا انا بنصحه ان هو يخش على القناه، انا شخصيا بدات كده. الله بس في بس سؤال بالنسبه للريبورت، هو انا دلوقتي حضرتك لما عرضت الريبورت قلت ان هو بيبين اجابه السؤال صح ولا غلط للطالب، طب انا لو عايز اعرف انهي طالب حل صح وانهي غلط، ده هيبقى في الابجريد بقى يعني بالاسم بقى. بالاسم، بتبقى كاملة بالاسم. تمام، شكرا يا مستر محمد، ويلكم. وبشكر كل الطالبين على كلمه ايفا، انا بحضر معاهم دايما بس مش كتير يعني كل ما يسعني الوقت، بشكرهم جدا على استضافه حضرتك معاهم. شرفتينا يا استاذه فاطمه، ربنا يكرمك يا رب. الله يخليك يا مستر، الله يخليك، شكرا ليك يا مستر محمد وشكرا لكم. وفي حد بيسال بقى من الناس اللي هم عندي انت عارف بيسالوا في فورم ولا لا، لانهم قاعدين يسالوني لان انا نشرت اللقاء ان يبقى في عشان عادات يعني. مش فاهم يا قصدي مس فاطمه السؤال. حضرتك عشان الشهادات؟ ايوه بيسألوا عن المرة الجاية هيبقى فيها شهادات ان شاء الله. ان شاء الله. استاذه شيماء عنتر، استاذه شيماء، استاذه شيماء حضرتك موجوده؟ استاذه شيماء، طيب اي حد يا جماعه عنده سؤال؟
ايوه سامع حضرتك، اتفضلي. ايوه تمام، ازي حضرتك يا مستر محمد؟ تكرمك يا مش شيماء. ربنا يجازي حضرتك كل خير يا رب ويكتر من امثال حضرتك يا رب، ما شاء الله يعني حد متواضع فعلا وعلمه كبير قوي قوي وكتير وما شاء الله سخي جدا في العلم، ربنا يزيدك من فضله يا رب يا دكتور. الله يحفظك. ده الله يبارك لك يا رب. مستر محمد دلوقتي معلش انا سؤالي بس مركب شويه لان انا لسه هبدا في انشاء، يعني انا وحده عندي وحده في يعني انا بالظبط كده مصلحه حكوميه، المفروض ان انا هبدا انشا حاجه زي كده اللي هو التعليم اللي هو مش التعليم اللي هو الامتحان عن بعد، يعني حد يبقى بعيد ايوه وانا بامتحن، فانا طبعا انا عندي البنك الاسئله بس يدوي مكتوبه ماشي. يعني مكتوب بخط اليد، فهل في اليه لازم اقعد اكتبه كله؟ لان انا عندي مواد كتيره جدا جدا واسئله كتيره قوي، هل اقعد اكتبه كله يدويا ولا في اليه ان انا ارفعه من غير ما اكتبه من غير ما اكتبه يعني على الكمبيوتر وورد؟ لا لا، I didn't get it يا مس شيماء. ممكن repeat it again please؟ ممكن تعيدي بس السؤال؟ حاضر. انا مستر محمد عندي الاسئله مكتوبه بخط اليد ايوه فعايزه ايوه يعني حضرتك عندك الاسئله مكتوبه بخط اليد على ورق يعني؟ على ورق ايوه وبعدين؟ فطبعا دي هل عشان خاطر اقدر ادخل على الخطوات دي كلها لازم ان انا احولها وورد مش صح، ولا في آلية بقى ان انا احولها وورد من غير ما اقعد لا هو اكتبها كلها؟ في طريقة ان انت تحولي اي نص مكتوب بالقلم العادي بايدك يعني على بيبر، تقدري تحوليه لنص على الوورد بكل بساطة. هل ده إجابة سؤال حضرتك ولا لسه في جزء في السؤال متبقي؟ الجزء الثاني يا دكتور الحته اللي هي بتاعت انا مثلا دلوقتي عشان خاطر ابدا بقى اجهز يعني ايه اللي هي الادوات اللي انا هحتاجها عشان خاطر ابدا في المنظومه دي اشتغل المنظومه دي منظومة ايه بقى؟ منظومة ايه؟ منظومه يعني اللي هو الامتحان عن بعد بالطريقه اللي حضرتك اديتها لنا دي. ماشي. ما انت بقى لما تحولي الأسئلة من على بيبر تحولها لتكست عادي في برنامج الوورد، هتبقى تمام الأسئلة عندك جاهزة. لما طالما أسنت اللي عندك دي أسئلة يا مش شيماء، فأنت طبعا هوش نص ولا توبيك ولا يو ار ال ولا كده، فأنت بقى تروح على القسم اليدوي المانيوال من هنا، تختاري نوع تمام السؤال اللي عندك في الورقه. انت مثلا السؤال اللي عندك ترو فولس، خلاص مالتيبل تشويس، خدنا مالتيبل تشويس، هتحط السؤال من هنا اللي انت اوريدي هتكون عملت له كونفرت انتو وورد، تمام، تمام وهتاخديه تمام كوبي من ملف الوورد. طبعا طريقه بقى التحويل من ورق مكتوب على بالقلم على البيبر لملف وورد ديت موجوده عندي على القناه، وحضرتك تقدر تتواصل معايا عبر صفحه تمام الفيسبوك، سيبيها ابعتها تمام لحضرتك. خلاص تمام ان هتاخدي شاء بقى الله كوبي، يعني مثلا خلينا مثلا نقول ده سؤال اهو كوبي انت حولتيه اوريدي، يعني ده كان مكتوب بورقه وقلم وانا حولته لملف وورد اهو. بعد كده تمام باجي احط بقى على المنصه بتاعتي، حطيت سؤالي وابدا بقى احط الانسرز 1، ما فضل الصلاه على النبي كذا كذا عليه افضل الصلاه والسلام، وهكذا ابدا احط الاجوبه وهكذا. بس تمام طيب مستر محمد بس سؤال اخير بس، هو انا مثلا يعني ممكن اقدر اتواصل مع حضرتك بشكل مباشر يعني ممكن تليفون ولا يبقى صعب؟ لا تحت امرك يا استاذ، صفحه الفيس متاحه والاتصال من خلالها متاح، يعني الماسنجر انا بتواصل فيه اتصالات وبتواصل فيه مسج في اي وقت خلاص يعني. تمام ان شاء الله، تحت شكرا جدا جدا لحضرتك ويعني شكرا لكل القائمين على البرنامج بتاع النهارده، ربنا الله يجازيكم يحفظك كل خير جميعا يعني يا رب، ربنا الله يبارك يحفظك. لحضرتك يا استاذ محمد، ربنا يبارك لحضرتك يا رب، السلام اي سؤال عليكم. يا جماعه؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اي سؤال يا جماعه؟ اللي عنده اي سؤال يتفضل برفع ايده، مستر محمد احنا لسه ما خلصناش صح؟ يعني ممكن نكتفي بالقدر ده النهارده يا دكتوره مروه، ونكمل بحيث بس ما ندخلش في اكتر من منصه في محاضره جميل واحده ان شاء الله. جميل، انا اتفق يعني مع حضرتك مستر محمد في موضوع الكم بتاع النهارده، كم جميل جدا وكم مناسب جدا للناس كلها، وعارف انت لما تدي الواحد كبسوله صغيره ساندوتش صغير ايوه بتاع ويتعامل ايوه معاه، انا شايف ان ده مناسب جدا، ومحاضره ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني بنتكلم في ساعه وثلث ساعه ونص، يعني حاجه كويسه قوي، والعقل الانساني ما بيستوعبش اكتر من السن بتاعه مضروب في اثنين، يعني ده لما ايوه الواحد 35 سنه، فلو احنا دلوقتي مثلا مستر محمد عنده 24 سنه، ف 24 سنه في اثنين ب 48 دقيقه تركيز، صح مثلا مروه عندها 17 سنه، 17 في اثنين ب 34 دقيقه تركيز، واخد بالك؟ بنشكرك جدا 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 يا مستر محمد على اللقاء الراقي الله يحفظك والمتميز الله والرائع، يحفظك. واللي انا استفدت منه استفاده يعني الحمد لله رب العالمين، انا اعمل في مجال الاداره واشتغل يعني مدير المدرسه اللي بشتغل فيها، انما جلست امامك جلسه التلميذ قدام استاذه،
لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه وفوق كل ذي علم إيه يا جماعة؟ عليم. وساعات إنسان يكون أستاذ في فن ولكنه تلميذ لآخر في فن آخر، فإن كان مثلا الأستاذ أحمد عفيفي متميز في التيتشنج وتدريب المعلمين، فهو يجلس النهاردة إيه؟ تلميذ قدام الأستاذ محمد حامد الخبير في التكنولوجيا. لأن حاجة والله بدون وضع كلام أستاذ محمد دي حقيقة والله بجد، والله العظيم أنا استفدت بجد بجد، أنا استفدت، جزاك الله خير بجد. الله يكرمكم، وبرضه بنشكر تاني مستر محمد لأنه على قدر ما هو مشغول هنا وهناك وفي دول مختلفة ومتابعين كتير يا جماعة. الواحد أنا فاهم يعني متابعين كتير، تعرفين أنا واحد غلبان غلبان، عندي 26,000 متابع، ال 26,000 دول بحس إن أنا مثلا محتاج 7 ساعات على الفيس وعلى وسائل التواصل عشان أقدر أرد على الناس اللي بيكلموني. 26,000، إنما الراجل ده عنده 1,000,000، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن شاء الله إن شاء الله تبارك الله، ربنا يزيدك يا رب، ربنا يزيدك. عنده انشغالات كتيرة، عنده أعمال كتيرة، ورغم ذلك يعني قال إيفا راجل مؤمن بإيفا أكاديمي، مؤمن إن إحنا بنقدم تعليم زي ما قلنا زمان يعني أكاديمية مصرية برؤية عالمية، فالراجل مؤمن بينا ومؤمن بأدائنا ومؤمن بشغلنا، فده كان شيء يعني يسعدنا جدا. وطبعا الحاجة الجميلة اللي هو ذكرها في الأول، أنا ما كنتش عايز أتكلم فيها خالص لأن كده حطيت في موقف محرج قوي، قال إن مس مروة كان عندها القدرة إن هي تتواصل. مروة عملت حاجة بنسميها الكوميونيكيشن سكيلز، وعملت زي ما بيقول زي ما قال مرة جون داوي، قال الكوميونيكيشن may make or break any relation، يعني التواصل هو اللي يظبط العلاقة يبوظ العلاقة. فطبعا هو قال لها انت كان اسلوبك كويس واسلوبك متميز وقدرتي ان انت تقول لنا تعالى يا مستر محمد، وانا باسلوبك المحترم يعني استجبت. بالشكل ده يا مستر محمد انت بتعلن امام الجميع ان مرتب مروه المفروض السنه الجايه ينضرب في 2. ده المفروض بصراحه يستاهل ما شاء الله يعني. ربنا يكرمك يا رب، وشاكرين جدا، شكرا مروه على تنسيق اللقاء، شكرا مستر محمد، وان شاء الله اللقاء له ما بعده، ربنا يوفقك ربنا يزيدك ان شاء الله ان شاء الله. انا مؤمن جدا ان قريبا هنبارك لك على 10,000,000 متابع، وهنبارك لك تميز وخاصه يا محمد انا بقولها تاني لكل الناس، مستر محمد يا جماعه يسبق علمه اخلاقه، وصدقوني وصدقوني خدها من اخوكم الكبير، خدها من اخوكم الكبير، عمرك ما هتلاقي انسان ناجح الا واخلاقه كويسه عمرك. وتاني حاجه هتلاقي بر بامه، يعني والده محمد موجوده ولا متوفيه يا محمد؟ والدتك موجودة. لو والدة محمد موجودة دلوقتي ودخلت معانا هتقول أنا ابني محمد ده طول عمري راضي عنه. دول بس كده حاجتين، أخلاق الله يحفظ ورضا والدين يديك على طول أحسن إنتاج. ربنا يوفقك كل خير، شكرا جزيلا، شكرا كل المتابعين، بنفكركم إيفا أكاديمي، أكاديمية مصرية برؤية عالمية، شكرا جزيلا. إن شاء الله ده مش هيبقى آخر لقاء، إن شاء الله إن شاء الله بفضل الله نتقابل مرة واثنين وثلاثة وعشرة لغايه لما ربنا يسر لنا الحال نتقابل وجها لوجه بمشيئه الله، وشرف لينا يعني. جزاك الله خير حبيبي، جزاك الله خير، شكرا جزيلا. السلام عليكم مستر محمد، اشكر حضرتك جدا جدا جدا، ربنا يبارك في حضرتك، والله العظيم اتبسطت جدا جدا بالسيشن بتاعت النهارده، ربنا يبارك في حضرتك. على طول بتفرج عليك اول مره اتفرج لايف بقى، فربنا يبارك في حضرتك يا رب، كتر الف خيرك، شكرا شكرا شكرا. استنى حضرتك قريب ان شاء الله تاني باذن الله، ان شاء الله باذن الله. ماشي. شكرا لكل الحضور، شرفتونا ونورتونا، ان شاء الله باذن الله مش هنتاخر على حضراتكم، واللينك ريكوردينج هيبقى متاح باذن الله، وكمان هيتم ارسال كوبي جميله لمستر محمد حامد. وكمان معلش قبل ما الناس تمشي، للي انا طبعا بحلم يعني، هو اكيد كل الناس عارفين كل وسائل التواصل بتاعه مستر محمد، ولكن خليني احطها هنا احتياطي برضو علشان اللي حابب اللي فيه حاجة مش واضحة عنده، خليني أبعت لحضراتكم بس كل وسائل التواصل بتاعة مستر محمد حامد، وكمان هحطها إن شاء الله بإذن الله في البوست بتاعنا على الفيسبوك، الصفحة اللي عليها اللايف، لأي حد حابب يتابع أي حاجة كل اللينكات بتاعة مستر محمد حامد اتحطت حالا دلوقتي وهتتحط على صفحتنا إن شاء الله على الفيسبوك، وكمان لينك ريكوردينج هيبقى متاح معنا ومع مستر محمد حامد إن شاء الله بإذن الله. شكرا، تصبحوا على خير، شكرا يا مستر محمد شرفتنا، شكرا يا مستر محمد جمعة، شكرا يا مستر أحمد عفيفي، شكرا لكم كلكم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تصبحوا على خير، مع السلامة. مع السلامة.